الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكل إنسان طموح، بكل إنسان إيجابي، بكل إنسان متميز، بكل إنسان فعلا يعني مستمر معنا من بداية الدورة في جميع اللقاءات، ودائما إنسان متألق ومبدع وبدأ يطبق خطوات عملية، فلك مني كل الشكر والتقدير والإحترام. ففعلا أنت هنا شخص تريد أنك تنجح، شخص فعلا حريص على مثل هذه اللقاءات، من خلالها إن شاء الله بتتعلم أشياء كثيرة جدا، وأغلب هذه الأشياء اللي بتتعلمها كخطوات عملية بحيث أنه تستفيد من المعلومات عندك وتبدأ تطبقها في أرض الواقع. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء شيق، لقاء ممتع، لقاء رائع راح يكون، لأنه أهم نقطة راح نتعلمها. ما المحور الأساسي اللي راح نتكلم عنه؟ بمعنى الآن محورين، المحور الأول بنتكلم على لمحة بسيطة انه كيف نستقطب عن طريق الفيسبوك بالطريقة المجانية، بعدها ان شاء الله بعد ما تتعلم انه كيف تستقطب وكيف تنطلق راح تتعلم كيف تبدأ مع العضو الجديد خطوة بخطوة. يا شباب، من منكم بيواجه صعوبة في استقبال المرشح الجديد؟ من منكم بيواجه صعوبة في انه كيف أبدأ مع المرشح الجديد؟ يعني بيكون متشتت في البداية. من منكم يا شباب اكتب لي على الشات. طبعا في اشخاص، اذا في اشخاص جدد لا زالوا متواجدين معنا في هذا اللقاء أول مرة يحضروا معنا، بإمكانك أنك تضغط على الثلاث النقط الموجودة أسفل الشاشة، بعدين بتضغط على رسائل مرسلة أثناء المكالمة، بإمكانك أنك تشارك معنا الله يسعدك برسائلك الرائعة والممتازة. إذا جميل جدا. أكثر الأشياء، أنا كإنسان أريد أني أنطلق في مشروع، أو أريد أني مثلا شفت أو شاهدت الإعلان الخاص بك على الفيسبوك، أنا مباشرة تواصلت بك. إذا أنت عرضت لي أو استقبلتني يعني استقبال عادي ليس استقبال رائد أعمال فعلا، أنا هنا كيف بيكون تفكيري؟ بيكون تفكيري يعني الإنسان هذا عادي مش رائد أعمال، الإنسان هذا عادي كيف بيقدم لي فرصة عمل بتغير من حياتي؟ فإذا كان أنت استقبالك غير مهتم أو ما بتهتم بالعضو الجديد بطريقة مناسبة أو بطريقة رسمية أو بطريقة احترافية، هنا النتائج بتجي بعدين. كيف النتائج بتجي بعدين؟ من منكم يا شباب استقطب أشخاص كثير جدا ثم كانوا في البداية منطلقين ودائما فضوليين، يسألوا إيش الشركة، إيش المنتجات، ما هي طريقة العمل، كم أحقق أرباح، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين توقفوا، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أصبحت أنت تتابعهم وما يردوا عليك، أصبحت أنت تتواصل معهم وما في تجاوب، أصبحت أنت يعني تتكلم معهم مرة مرتين ثلاث ما يرد عليك. السبب، كل السبب في عرض الفكرة وفي طريقة الاستقبال. فإذا كانت طريقة استقبالك إنك قدمت لها الفرصة على طبق من ذهب وعرضتها عليه بطريقة رسمية مناسبة، هنا العضو بيستمر معك. أما إذا عرضت لها الفكرة بطريقة خاطئة، بطريقة مستعجلة، بطريقة دائما أنت تستجدي فيها يعني نجي نقول تتوسل للشخص ودائما بطريقة مزعجة، فهنا أكيد ما راح يستمر معك، وإذا استمر معك بيستمر معك أسبوع أسبوعين بعدين بيتوقف. السبب أنك ما حسسته بقيمة المشروع من البداية، أنك ما أشعرت العضو الجديد أنه سوف يكون شريك مع شركة عالمية بأكثر من 186 بلد، أنت أعطيت له الفرصة بكل بساطة وعلى طبق، أو مثل ما نجي نقول أعطيته الفرصة بكل دم بارد. طيب إيش الحل؟ الحل إن شاء الله اليوم بنتكلم عليه في هذا اللقاء الرائع والمتميز، إنه كيف نستقبل الشخص من البداية حتى النهاية خطوة خطوة، وبتشوف إيش الفارق، بتجي تلاحظ إيش الأخطاء اللي وقعت فيها مسبقا، وإن شاء الله بتحاول تعدلها. الآن نبدأ مع الأستاذ عارف، ربنا يحفظك يا أستاذ عارف ويسعدك. طبعا أستاذ عارف جهزت لك على ما أظن تصميم بشكل مستعجل، تمام، برسله لك، لأنه شوفوا يا شباب في الفيسبوك، في الفيسبوك الإعلان ما بيكون فقط نص، الإعلان يحتاج له تصميم في نفس اللحظة، صورة أو فيديو. فأنا جهزت للأستاذ عارف بشكل سريع جدا إعلان مختصر طيب مثل ما يقولوا مستعجل. الآن برسل لك، رسلت لك يا أستاذ عارف على الواتساب، بإمكانك الآن إنك تشارك الشاشة، بإمكانك إنك الآن تشارك الشاشة وتبدأ. بس إذا جهز لك أو بتجهز الإعلان أنت أو كيف تشوف، بعطيك الآن الإعلان.
طبعا يا شباب، ما يميز هذه الدورة الرائعة والمتميزة أن أغلبها خطوات عملية. يعني أنت قد ربما سمعت من مدرب أو أكثر من مدرب يعلمك يعني كلام نظري، كيف تستقطب وكيف تمشي وكيف تبدأ وكيف تجهز وكيف تعد، لكن كله كلام نظري، كلام فقط، مجرد كلام يبقى. لكن ما يميز هذه الدورة أنها عبارة عن خطوات عملية، بحيث أن الأغلب دائما يركز في الخطوات العملية. منشورات، طيب رسلت لك يا أستاذ عارف على ما أظن الصورة، باقي فقط الآن أجهز لك. الإعلان وأضع عليها الرابط. طبعا الاستاذ عارف اليوم، الاستاذ عارف ان شاء الله مثل ما قلت لكم بيعلمنا خطوات انه كيف نبدا نستقطب عن طريق الفيسبوك. فان شاء الله مستعدين نبدا؟ جاهز يا استاذ عارف؟ لسه كل شيء موجود الان على الواتساب، بإمكانك تشارك الشاشة. طبعا الأستاذ عارف بيعرف لنا إن شاء الله بشكل سريع جدا لأنه أهم نقطة، وكيف نستقبل المرشح الجديد خطوة خطوة. وكذلك إن شاء الله بيكون على ما أظن بكرة أو لقاء الغد آخر لقاء في هذه الدورة الرائعة والمتميزة. إذا شفت إنه ما شاء الله يعني متفاعلين بقوة وعندكم رغبة، إن شاء الله مستقبلا مثل ما وعدتكم إنه بتكون في دورة اسمها إنه كيف تكون مدرب محترف، وكذلك بيكون لنا عبارة عن بثوثات مباشرة، عبارة عن دردشة بسيطة بنتعلم فيها إنه كيف نصمم إعلانات سواء صورة أو فيديو إن شاء الله. طيب أستاذ عارف، أنت الآن تشارك الشاشة، ممكن أنك عامل بسم تسجيل. الله. عندما أنت عامل تسجيل يا أستاذ عارف للشاشة ما بتظهر عندك المشاركة، فبإمكانك أنك توقف التسجيل، لأني مسجل أنا عندي، مسجل اللقاء عندي الله يسعدك، توقف التسجيل وبترجع تشارك الشاشة. أوكي، الآن الشاشة واضحة ولا لا؟ لحد الآن تمام الآن تمام. تمام طيب أخرج من جوجل ميت نشوف، يعني مش تغادر، أنا أقصد نشوف. ايوه طيب واضحة الآن، ادخل على الواتساب، رسلت لك الصورة وكذلك الإعلان على أساس إن شاء الله تبدأ. كذلك يا أستاذ عارف ركز لي على الوقت، على الوقت ما نريد أن نطول عليهم اليوم. أستاذ عارف، أستاذ عارف، يا خال أمانة يا عارف، الآن الشاشة واضحة يا أستاذ باكر. لا الآن مش مشارك للشاشة، الإنترنت عندك. أيوة الآن تمام، الآن تمام إن شاء الله. أيوة تمام، أخرج من جوجل ميت. أيوة الآن تمام واضح. طيب يا شباب ركزوا، أنا الآن ركزوا يا خارج. شباب كيف يستقطب الأستاذ عارف عبر الفيسبوك. تمام طيب بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، وشكرا للأستاذ باكر على إتاحة هذه الفرصة بإذن الله. نحن دائما نقول الصوت يمكن ليش بيقطع. لازم نتجه للسوشيال ميديا، لازم
الآن معنا قائمة أسماء، قائمة الأسماء صوتي. طيب الآن كيف يا أستاذ باكر؟ واضح واضح تمام استمر. الصوت واضح؟ ايه طيب يا استاذ عارف لو تبدا لنا صوت ابدا. واضح يا أسف باكر، ايوه تسمعوني؟ واضح. ابدا في الفيسبوك. واضح واضح. طيب طيب، السلام عليكم. فقلنا ليش لازم. وعليكم السلام ورحمة الله. فلماذا لازم نتجه إلى فيسبوك وإلى بقية التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأن احنا أول حاجة قائمة الأسماء هي مقيدة بالأشخاص الذي بنعرفهم فقط، فبتكون محدودة. فاحنا لازم نتجه لمواقع التواصل الاجتماعي اللي عليها مستخدمين كثير جدا، على أساس العالم قدامك 8 مليار، فأنت مش مقيد بقائمة الأسماء الذي عندك. طيب كان صوتك راح يا أستاذ عارف. ألو، أيوة عارف. أيوة طيب يا عارف ابدأ في الخطوات العملية. الله يسعدك ابدأ في الخطوات العملية. فقط نريد أنه يعني يتعلموا كيف يدخلوا على المجموعات وكيف ينشر الإعلان الخاص به فقط. تمام طبعا يا شباب بإمكانكم أنكم مثلا لو تروحوا على اليوتيوب مباشرة وتكتب كيف، فقط اكتب هذا العنوان كيف أستقطب عن طريق الفيسبوك، بتجد عشرات بل مئات الفيديوهات توضح لك تستقطب عن طريق الفيسبوك. احنا فقط الان بناخذها بطريقه هكذا بسيطه جدا، عمليه بسيطه، لانه اكثر شيء بنركز عليه الشيء اللي ما تكلم عنه الكثير او الشيء اللي ما شرحه اغلب المدربين، بحيث انه تستفيد باذن الله وتخرج بحاجه جديده عندك. طيب يا استاذ عارف ابدا ان شاء الله. الان الاستاذ عارف في الصفحه الخاصه بالفيسبوك. تمام فالاستاذ عارف نعم. اول خطوه ما هي يا استاذ عارف؟ أولا بعد ما نجهز المحتوى الكتابي والصورة، تمام ننطلق إلى قائمة البحث. فنبحث على إيش؟ على فرصة عمل، فرصة عمل من المنزل، فرصة عمل أونلاين. مثلا الآن لو كتبنا عمل أونلاين، بنلاقي مجموعة كثير. نضغط على قائمة البحث، نفلتر مثلا المجموعات، ندخل المجموعات، بنلاقي مجموعات بالهبل تتكلم عن عمل أونلاين، فرص عمل تسويق عبر الإنترنت في اليمن، فرص عمل على الإنترنت. إيش عملنا هنا؟ يفضل إن كل شخص ينشئ حساب جديد على فيسبوك على أساس ينضم في هذه المجموعات. فأول الإشعارات بتكون لما يدخل للقائمة، الصفحة الرئيسية، بتكون كل الإشعارات اللي جته من القنوات ومن المجموعات الذي هو انضم مشترك فيها إليها. انضم إليها. جميل فمثلا نعم أيوة فمثلا معانا هنا فرصة عمل وتسويق أونلاين، يفضل إن احنا ننضم لأكبر عدد بعد ما طيب يا استاذ ننشئ عارف لو حساب تكون جديد. تأشر بالمؤشر على أساس نشوف معك، لأن البعض مش عارف وين بتضغط. مثلا عندما بدأت تبحث مش عارف كيف لما انتقلت للمجموعات. طيب من فين المؤشر؟ طيب كيف نقول لك، كيف أوضح لك، يعني موجود معك البرنامج الخاص بالتسجيل. أوكي خلاص مش مشكلة نعم تتكلم إن شاء الله، إن ضغط مش مشكلة إن شاء الله بيستوعبوا بإذن الله مش مشكلة. طبعا يا شباب مثل ما قلت لكم هو فقط الآن مثل ما نجي نقول افتتاحية للقاء اليوم، ولا كل شيء موجود على اليوتيوب. كل هذه الخطوات بيعلمك خطوة خطوة انه كيف تدخل على مجموعات، على جروبات، على صفحات. بيوضح لك مباشرة فيديوهات كثيرة جدا بإمكانك انك تشاهدها وتبدأ تطبقها. المهم كيف تستقبل الأشخاص بالمليارات أمامك، الأشخاص والأعضاء بالمليارات. لا تقول يعني عندي صعوبة في الاستقطاب، ما أستطيع أني أجد أشخاص جادين، صعب أنه يعني استقطب شخص أو شخصين أو 3 أشخاص وبعدين توقف واجهت صعوبة عندك. السبب أنه أنت فعلا ما حاولت أكثر من 30 أو 40 أو 50 مرة.
حاول بتجد نتائج، لا تستعجل، امامك مليارات الاشخاص. طيب يا استاذ عارف، مثلا بتنضم الان على هذه المجموعات صح؟ نعم، مثلا إلى هذه المجموعة نعمل انضمام، انضمام إلى المجموعة، نعرض المجموعة. هنا في حاجة اسمها اكتب شيئا، يعرف بنضغط كأنه عليها معلق، كأنه معلق و مشاركة الشاشة. عندكم يا شباب معلق ولا عندي فقط؟ أيوة الآن تمام، يعني بيظهر متأخر. لا معلق معلق. طيب يا عارف كمل. الآن طيب، الآن بنروح على حاجة اسمها صورة أو فيديو. يا سلام، بنختار الصورة مثلا المناسبة الذي أعديناها، تمام بعدها مكتوب هنا قل شيئا عن هذه الصورة الذي بنكتب فيها المحتوى الكتابي. بنكون جهزنا المحتوى الكتابي مسبقا، بنضغط على لصق، هذا أمس تعلمنا أنه كيف خلاص يجهز المحتوى بنعملها النصي، نحن. وكذلك لا تنسى أنك تضع رابطك نعم تعمل نشر صح؟ أيوة، الرابط موجود طبعا، وكل حاجة موجود مع الصورة. لازم الصورة تكون ممتازة وملفتة على أساس الشخص يقرأ الكتابة إذا الصورة معبرة. فنعمل على زر نشر الذي فيها على الشاشة في اليسار، نعمل على نشر. طبعا للعلم يا شباب، أحيانا بتكون المجموعات مفتوحة، بتكون المجموعات مفتوحة فبينتشر طوالي حق الإعلان. أحيانا لازم مدير الجروب أو المشرف يراجع الإعلان على أساس ينشره في المجموعة. يعني يوافق عليه بالنشر أو ما يوافق صح؟ نعم أوكي. خلاص، وكذا بندخل على مجموعة ثانية، سوق أونلاين مثلا، ونعمل نفس الحركة، الانضمام إلى المجموعة. أحيانا حتى المجموعات بتكون مغلقة، ما بتتحليش أكتب أي شيء فيها إلا إذا كنت أنا من ضمن الأعضاء فيها. يا سلام. فمثلا هذه مغلقة، فبنبحث شغل أونلاين، طيب كيف أعرف إني مغلقة؟ الانضمام إلى يعني المجموعة. أكتب شيئاً ما بيظهر لك صح؟ خلاص ايوه يا سلام، هكذا إذا يعني حق المنشورات ما بتظهرش ابدا. خلاص الان بنعمل صوره او فيديو، بنجهز الاعلان، نكتب نلصق النص اللي جهزناه، ونعمل نشر. شفتوا كيف يا شباب؟ طيب كم أمامنا يا أستاذ عارف مجموعات؟ هل المجموعات يعني محدودة أم لا أم لا، يعني مجموعات بالملايين صح؟ بالهبل ملان كثير. إذا لاحظوا نعم يا شباب كيف؟ شوف هذا مثلا عن طريق هذه المجموعة، الفيسبوك هذه. طيب تمام كمل يا أستاذ عارف. شوف يا أستاذ باكر، هذه المجموعة لازم مكتوب هنا يجب أن يكمل المسؤولون مراجعتها قبل ظهور منشورك في المجموعة. فهذه لازم مشرف المجموعة يوافق من عنده على أساس تنتشر. المنشور جاهز بس مظلل، فأول ما يوافق المسؤولين حق المجموعة بتظهر طوالي للجميع الموجودين في المجموعة. طبعا هذا المجموعة فقط، عمل أونلاين في معانا عاد الصفحات. الصفحات هي نفس، بتلاقوا يا شباب صفحات بالهبل كثير. مثلا فرصة عمل، إذا تستهدف دولة خاصة بتكتب فرص عمل أونلاين في الإمارات، فرص عمل أونلاين في العراق، فرص عمل أونلاين في مصر، في أي دولة. فمثلا لو قلنا فرص أونلاين العراق يعني تحدد المكان أنت. مثلا، ايوه، فبتظهر لك مثلا فرص عمل داخل العراق، فرص عمل في العراق. بتعمل عرض الكل، فبتلقى مجموعات كثير جدا ما بتكملش معك. فتضغط على مثلا اي صفحة، ونفس الشيء تختار الصورة الذي اعددتها مسبقا مع النص الذي جهزته والمحتوى، وبتعمل نشر. طيب اذا جميل الآن جدا بيعمل جاري نشر. إذا الناس بيطلبوا عيد، يا خلاص عارف الان عيد، في جاهز ناس بيطلبوا الإعادة، عيد من جديد، في ناس بيطلبوا الإعادة. لان طيب الانترنت عنده ضعيف، على الانترنت عنده ضعيف يا استاذ عبد الخالق، هي هذه المشكله. طيب بنعيد طيب بنعيد نزل ما في اي بخاطرهم. مشكله. طيب طيب مثلا المجموعة هذه طبيعي، الآن المنشور جاهز، الآن يا المنشور عارف الله يستطيع. يسعدك، نعم هذه الآن تمام، الآن الشاشة واضحة، ناقص إني كانت معلقة تمام. طيب
الآن هذه الآن المجموعة تمام صح؟ المنشور تم إرساله. أيوه هذه المجموعة ما بش داعي إن المشرف يعني من الإعدادات حقها المسؤولين والمشرفين للمجموعة، خلاص بتنتشر أي حاجة بننشرها بتوصل لجميع الموجودين في المجموعة، خلاص الآن أصبح هذا المنشور جزء من المنشورات في هذه المجموعة، طيب كم عدد الأعضاء فبيوصل لجميع المجموعة؟ الأعضاء الموجودين في هذه المجموعة. كم عدد الأعضاء في المجموعة؟ 4857. جميل جدا. طيب لو كل طيب واحد على مننا أساس يا شباب، لو كل واحد مننا يا شباب الآن يراجع قائمة الأسماء أو قائمة المعارف، هل بيتجاوزوا هذا الرقم؟ هل بيتجاوزوا 4000 شخص أم أقل؟ أمس تكلمنا فقط عن 200 شخص، تكلمنا أمس عن استقطاب أو كتابة 200 اسم، فما بالك الآن قائمة أسماعك أصبحت بالملايين. ما عاد في عذر أنك تقول ما أستطيع أني أنجح، ما أستطيع أني أستقطب. الحل متاح أمامك وبأبسط الطرق الممكنة. طيب إذا جميل جدا، كمل أسئلة على قصدك. نعتبر إذا كنت طبعا بالإضافة. هذه مجموعة فقط بالنسبة للأشخاص اللي مثلا على أساس نعدهم، المجموعة هذه مكتوب جروب فرص عمل موجود فيها أكثر من 15,000 عضو، يمكن عندي فصل الإنترنت. بعتذر يا شباب بالنسبة للتسجيل. شوفوا أنتم بتركزوا على شيء أساسي اللي هو اللهم صل على نبينا محمد، أنه بتروح تبحث على اليوتيوب، بتروح تبحث على اليوتيوب أنه كيف أستقطب عن طريق الفيسبوك، كيف أستقطب عن طريق الفيسبوك. بتجد آلاف الفيديوهات بل مئات الفيديوهات، يعني بتشاهد بكل أريحية، بتتعلم من أكثر من مدرب وبتكون فاهم للخطوات، يعني ما بيكون عليك شيء صعب، لا بالعكس بيكون شيء سهل جدا. وإن شاء الله المهمة اليوم اللي بنركز عليه إنه كيف أتعامل مع العضو الجديد بعد ما يتواصل بك مباشرة. هذه هي أهم نقطة إن شاء الله بنتعلمها في هذا اللقاء الرائع والمتميز. ما بعرف ليش الإنترنت عندي يمكن فصل، فبخرج برجع انضم من جديد، بشوف إذا هم ناشرين عن الواتساب. مش ناشرينه. اوكي الان ضابط. معلق معلق. طيب يا استاذ عارف، على ما اظن انا عندي فصل الانترنت وجا ضبطنا الان. لوين وصلتم؟ نفس ما وصلنا كيف تنشر على المجموعات، دخلنا على مجموعات ونشرنا فيها، طبعا البعض كان مغلق والبعض مفتوح. اوكي حلو جدا. كذلك يا استاذ عارف، مثلا اللي بيقول انا نشرت على مجموعه وما سمحوا لي اني انشر المنشور الخاص فيني ودخلت على اكثر من مجموعه، هذا بامكانك انك مثلا تاخذ اعلان نصي، مش صوره، اعلان نصي، بتروح على التعليقات في اي صفحه في اي حساب وبتنشر الاعلان النصي الخاص بك. اوكي اكيد بتنشر عن طريق التعليقات، يعني تدخل الى التعليقات وتنشر الاعلان النصي الخاص بك، ويفضل ان يكون الاعلان النصي الخاص بك قصير جدا، 4 اسطر 5 اسطر بالكثير، يعني لا زيد عن 5 اسطر،
وبتروح تنشر على التعليقات على صفحات أنت موجود فيها، كذلك حتى على الانستغرام تدخل على صفحات على حسابات كبيرة جدا بتشوف أن التفاعل فيها بشكل كبير، هنا بتنشر الإعلان الخاص بك. طيب كمل يا أستاذ عارف. شوف مثلا انا الان معي حساب خاص بهذه الاشياء، الان بحول للحساب الموجود معي، تمام. ايوه شوفوا انا الان انضممت في عدد كثير من المجموعات، انا الان في الصفحة الرئيسية، ايش مكتوب اول منشور؟ محتاج عمل مكان في بغداد، محتاج عمل مكان في بغداد، انزل لا نازل عاوز شغل حتى لو بس، المهم مضمون ومحترم. فبتلاقي المنشورات الذي عندك في الصفحة الرئيسية لما تكون انت مشترك في مجموعات عمل اونلاين. خلاص الان مثلا هذا بيقول محتاج عمل مكان بغداد، ادخل للتعليقات اكتب المنشور سواء الكتابي، انا لا افضل المنشورات الكبيرة الكتابي لانها مملة، فقط انا جهزت مسبقا في الحافظة يوجد فرصة عمل تواصل واتس، وأعطيهم رابط الواتساب حقي. جربت هذه، دخلوا عليها ناس كثير، لأن الشخص الذي بينشر هذا المنشور بيكون محتاج فعلا لفرصة عمل، فبيكون متابعة التعليقات دائما، فلما تدخل له وتعطيه رابط الواتس وتعطيه يعني إجراء مثل هذا رابط الواتس، بيضغط عليه بيتواصل معك مباشرة، بيسألك بتشرح له في الواتساب بإذن الله. مثلا هذا عاوز شغل حتى مضمون ومحترم، ندخل للتعليقات يوجد فرصة عمل ونعطيه رابط الواتساب. ونعمل إرسال. فبيتواصلون معك مباشرة. إذن حلو جدا ما شاء الله. شوف هذا عاده في الصفحة الرئيسية محتاج شغل. بتلاقي كل المنشورات اللي عندك في الصفحة الرئيسية تتكلم عن هذا الشيء، واحد يقول محتاج عمل، واحد محتاج عمل أونلاين من البيت، ما علينا سوى يا الدخول عارف، على التعليقات. نعم بخصوص أنت تكلمت إنه الشخص ينشئ حساب جديد، صح؟ هل ينشئ نعم بالبريد يفضل انه الإلكتروني أم ينشئ برقمه المعروف لدى أصدقائه؟ لأنه يجب يكون العمل لا، احترافي. انا افضل، ايوه افضل انه ينشئ، ما يعملش دعوة لقائمة الأصحاب الذي هم معروفين عنده. مثلا خلاص أنت خلي عندك حساب بروفايلك الشخصي للأصحاب والأصدقاء والمعارف، خلي هذا للعمل. إذن جميل جدا. يعني شوف، أنت الآن عندما قطعت شريحة، مش تكلمنا في اليوم الأول عندما تجهز نعم المكتب الخاص بك إنه يكون عندك رقم جديد خاص بالعمل. طيب أنت من خلال الرقم الجديد بتروح تنشئ لك بريد إلكتروني جديد كذلك خاص بالعمل، وبتروح عندما تنشئ لك حساب في الفيسبوك بتنشئ الحساب بالرقم الجديد الذي مش موجود عند جهات اتصالك أو أصدقائك، وعندما تنشأ الحساب راح يظهر لك إشعار إنه مثلا إضافة جهات الاتصال أو مزامنة جهات الاتصال، أنت اضغط على رفض لا تضغط على نعم. ليش؟ لأنه هذا عمل، ما أريد أصدقائي يكونوا موجودين معي أو يشوفوا أيش الأشياء اللي أنا بنشرها على الفيسبوك. وصلتكم يا شباب؟ يعني كل شيء يكون لأنه أصدقائك بيكونوا خلاص في قائمة المعارف موجودين. بالضبط. وكذلك انا احب اني اتكلم، شوف مثلا انت، شوفوا يا شباب جميل جدا، احنا في دي اكس ان كلنا اخوه، وكل شخص بيحب الخير للاخرين، ولا بد ان نكون يعني متعاونين فيما بيننا البين. لكن في جانب العمل انا يعني عن نفسي موجود معي صفحات وموجود معي حسابات، فريقي مش عارفين بها وكذلك قائدي مش عارف بها. يعني احنا متنافسين، لابد انه يكون في تنافس.
وصلتك الفكرة؟ يعني أنت عندما تنشئ لك صفحة خاصة بك أو موقع خاص بك أو حساب خاص بك في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يفضل أنك تكون أنت الوحيد فقط في عدد هذه الصفحات، ما تنجح اتصالك في نفس اللحظة. إذا احتجت أنك يكون معك يا أستاذ، كان في صوت، كان في صوت إضافة. لو استاذ عارف لو تغلق المايك ولا طيب، لانه في صوت بيجي من عند الاستاذ عارف. استمر استمر استمر. الصوت عندي واضح يا شباب؟ الصوت عندكم واضح؟ صوتي واضح عندكم؟ استمر استمر. الصوت واضح. طيب اذا يا شباب، علشان يكون عملك احترافي، ما تروح صفحتك يكون عارف بها كل اصحاب دي اكس ان، هذا عندما تنشئ لك صفحه، لا، صفحتك تكون خاصه بك. ليش؟ لانه كثير هذه الايام ناس خلاصك. فعندما انت مثلا نشرت اعلان في صفحتك الخاصه بك، انا الان اتكلم عندما تعمل لك صفحه خاصه بك، لانه ان شاء الله كل هذه الشروحات موجوده على اليوتيوب. لو تروح تتكلم مثلا تبحث كيف انشئ صفحه خاصه بي في الفيسبوك، موجود مئات الفيديوهات تعلمك. طبعا انت الان عندما تنشئ الصفحه هذه، ما تروح تضيف اي عضو ذهني في هذه الصفحه، هذا عملك، هذه صفحتك. لابد اعرف انه احنا في تنافس، احنا في تنافس. نعم جميل جدا كل شخص يحب الخير للاخر، لكن كنصيحه قد ربما ما تجدها من اعظم القاده او من اقوى او من القاده بشكل عام، انه يكلمك انه لابد انه يكون في تنافس. جميل جدا يكون بيننا تعاون، لكن هذا عملك الخاص، هذا عملك الخاص. مثلا انت عملت فيديو وتعبت عليه، مباشره شخص اخر راح يسوي فيديو ونشره في صفحته، فخوارزمية الفيسبوك ما عاد بتظهر الفيديو حقك أو المنشور الخاص بك بشكل قوة، أو بيظهر لأشخاص آخرين، لأنه في تنافس. أنت الوحيد صاحب هذا الفيديو، فأكيد بينتشر وبقوة، وفي نفس اللحظة بتشتهر صفحتك. يعني عندما تعمل لك صفحة، وعندما تشتغل على الفيسبوك، وعندما تشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا العمل يكون خاص بك، خاص بك. ما تروح تضيف قائمة جهات الاتصال الأشخاص والقادة من دي اكس ان، لا، اعمل لوحدك بصمت في الاستقبال. طيب تفضل يا أستاذ عارف. أنا أشوف أنه يا أستاذ عارف بالنسبة للفيسبوك موجود شروحات بشكل كبير جدا. أنا طلعت اليوم على الفيسبوك لاحظت أنه موجود شروحات كثيرة جدا توضح لك أنه كيف تستقطب. يا عارف لو توقف المايك لحظة، طيب أوكي، الآن واضح ولا لا؟ الصوت الآن واضح صح؟ أوكي طيب يا شباب، أستاذ عارف هل عندك شيء إضافي بخصوص الفيسبوك؟ طيب أستاذ عارف، طبعا أيوة، مثل ما قلت، طبعا هذا جانب فقط من جوانب الاستقطاب في فيسبوك. مثل ما قلت، إنشاء الصفحات الخاصة، مثلا صفحة خاصة بالمنتجات، صفحة خاصة بالعمل، وهناك تطبيق تقدر تربط من مكان واحد، تدير جميع المجموعات وتجدول النشر وفيها كل شيء بإذن الله. مثل ما قلت، بيلاقوه في يوتيوب أعتقد موجود، وإذا مثلا تشتو ما بش عندي أي مانع نسجل لكم فيديو. طيب ونشرح فيه كل هذه الأشياء. إذن حلو جدا يا أستاذ عارف، إن شاء الله بتعمل فيديو خاص أنه كيف يدخلوا على المجموعات بحيث أنه يكون واضح، لأنه الصوت بيقطع هنا، الصوت بيقطع، لكن عندما يكون إن شاء الله فيديو هكذا مرتب، تعلمهم أنه كيف تدخل على المجموعات، كيف تدخل على الصفحات، كيف تجهز، يعني كيف ترسل الإعلان الخاص بك في التعليقات في نفس اللحظة، هذا شيء جميل جدا. فإن شاء الله بتجهز لهم فيديو على أساس ما نطول، لأنه بنتكلم الآن أنه كيف نستقبل المرشح الجديد. طيب إن شاء الله نبدأ. طيب إن شاء الله نبدأ. أوكي، بإمكانك يا أستاذ عارف، لحظة بس أفتح الجوال الآخر، أعمل مشاركة للشاشة. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى بنتكلم على خطوات استقبال المرشح الجديد بطريقة احترافية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فرضا بعد ما رسلنا الإعلان الخاص بك، أو بعد ما رسلت الإعلان الخاص بك، أكيد بيتواصل بك أشخاص على الفيسبوك على الواتساب. طيب، أول ما يتواصل بك الشخص على الواتساب، أول خطوة وسجلها في الدفتر. أول خطوة بتسجلها الآن في الدفتر، لأني ما بكرر هذا الكلام وما بعيدة مرة ثانية، الله يسعدك، وبتروح تطبقها عملي. أول خطوة بتروح مباشرة. الصوت بيقطع، إيش مشكلة اليوم الصوت؟ طيب أنا بغادر وبرجع أنضم. الصوت واضح صح؟ اللي بيقطع عندها الصوت، اللي بيقطع عندها الصوت، فهذا خلل من عندك يا عزيزي. بتغادر وبترجع تنضم من جديد، يمكن الإنترنت عندك ضعيف. طيب، إذن الأغلب بيقول الصوت واضح، أكيد الصوت واضح. طيب، أول خطوة، الآن واضح أول الآن. خطوة بتسجلها عندك، أول خطوة بتسجلها عندك مثل ما تكلمنا، تبدأ تروح تشوف الخلفية، الخلفية الخاصة بالواتساب. إذا كان الشخص واضع صورته، فهذه معيار من معايير قبول الشخص عندك. إذا كانت الخلفية نفسها خلفية إنسان منحرف، خلفية إنسان مراهق، خلفية طفل في نفس اللحظة، طبعا هذه خلفية الطفل بنتكلم عليها بشكل آخر. المهم إذا كانت يعني خلفية غير مناسبة غير لائقة، مباشرة ما بتتشرف إنك حتى ترد بكلمة ألو على هذا الشخص. طيب، إذا هذا مباشرة بتعمل له أرشفة أو حذف، أكيد بيتواصل معك مرة ومرتين، فأنت لا ترد عليه. إذا شفته كثر في الكلام اعمل له حظر مباشرة. طيب، إذا هذه أول خطوة بتركز على الخلفية الخاصة بالواتساب. رقم اثنين، بتروح تشوف الوصف الخاص بالواتساب. يعني ما يروح يضع لي في الوصف الخاص بالواتساب أشعار وهيام وغزل وحب وألم وجروح، لا. يعني أنت عندما تجي تلاحظ الشخص نفسه، إذا كان الوصف الخاص بالواتساب وصف مناسب، وصف إنسان مناسب، شوف الآن ما قد قلت لك ترد على الشخص، أول مرة بتلاحظ، بتاخذ نظرة من الخارج عن الشخص، بتاخذ نظرة من الخارج عن العضو الجديد أول ما يتواصل بك. طيب، حلو جدا. الآن مباشرة بعدها إيش بتعمل؟ اطلعت على الوصف واطلعت على الاسم. طيب كيف يعني الاسم؟ البعض كاتب شيخ القبيلة، والبعض كاتب الكاسر، والبعض كاتب القاتل، والبعض كاتل يعني كاتب أشياء من هذه، أشياء تجي تلاحظ أن الإنسان هذا إنسان عنيف، إنسان يعني الاسم الخاص به إنسان مش لائق، يعني الاسم نفسه مش لائق بالمشروع، مباشرة ما بتقبل هذا الشخص معك. وصلت؟ إذا ركزنا على الخلفية، ركزنا على الوصف، يعني ما هوش لا وصف لا غزل ولا هيام ولا حب ولا ألم ولا أشعار، هنا بتبدأ تقبله. طيب، إذا كان الوصف الخاص بالواتساب دعاء، كلام مرتب، كلام تحس إن هذا الشخص فعلا إنسان راقي، لأن هذا الشيء بيعكس توجه الشخص، فأنت هنا مباشرة هذا يعتبر معيار من معايير القبول. الآن أول معيار من معايير القبول اكتب عندك في الدفتر، اكتب عندك الآن وطبق عملي، ما بعيد الكلام هذا الله يسعدك، اكتب هذا الكلام وطبقه عملي. أول معيار من معايير القبول الخلفية مناسبة. رقم اثنين، رقم اثنين، علشان ما تتعذب بعدين، علشان ما تتعب نفسك فيما بعد، تكون خطواتك خطوات واثقة. رقم اثنين الوصف، وصف محترم، الوصف الخاص بالواتساب احنا تكلمنا. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، اللي فاتح فيديو، اللي فاتح فيديو لو تغلق الفيديو الله يسعدك، على أساس النت بيكون ضعيف عند الأغلب أو عند الأشخاص، فلو تغلق الفيديو. طيب يا شباب، إذن ركزت على الوصف الخاص بالواتساب، معيار من معايير القبول، يا سلام. رقم ثلاثة، ركز على الاسم، إذا كان اسم الشخص نفسه محمد صالح، علي سالم، فاطمة، سلمى، تمام، إذا كان واضع اسمه. أما إذا كان واضع أسامي عنيفة، وأسامي تجي تشوف مثلا، نجي نقول البعض مسمي نفسه قاهر الشيطان، يعني من هذه الأسامي، أو كيف أجي أقول لك، يعني كيف أوصل لك الفكرة؟ المهم إن شاء الله تكون الفكرة وصلتك، يعني اسم عنيف، فهذا الشخص إذا لاحظت أن اسمه بهذا الاسم مباشرة لا تتشرف، لأنه والله بتتعب. نادرا ما تجد أشخاص فعلا يعني جادين وإيجابيين، نادرا ما تجد، نادرا. طيب الآن كملنا،
أكملنا المعيار الأول من معايير القبول، أنه الثلاثة الشروط بتكون متوفرة. جميل جدا، وهذه تكلمنا عنها في اللقاء على ما أظن الثالث من هذه الدورة أو الحلقة الثالثة، بإمكانك أنك ترجع لها، موجودة على اليوتيوب. طيب، شخصية غير صالحة للمشروع، وتعرفنا على الخلفيات، وتعرفنا على كيف هؤلاء الشخصيات، فهؤلاء ما بتقبلهم معك أبدا، ولا تتعب نفسك وريح دماغك منهم. طيب الآن نبدأ. كملنا، اطلعنا على المكتب الخاص بهذا الشخص، على الوصف الخاص بالواتساب، رقم 2، الخطوة رقم 2. أولا، أنت الآن عندما تبدأ تتعامل، شوف الآن بدأنا نتعلم كيف نتعامل مع المرشح الجديد خطوة خطوة. رقم 2، لا تكون رجل آلي. طيب كيف يعني رجل آلي؟ دائما نسخ لصق، دائما تقلد الآخرين، دائما مباشرة بتروح ترسل فيديو لشخص آخر أو مقطع صوتي لمدرب آخر. لا تكن يا أخي رجل آلي. الناس بتتطور، الناس قد وصلت إلى مراحل كبيرة جدا، وأنت لازلت في مرحلة أنه أنسخ وألصق، أنسخ وأرسل. هذا خطأ، هذا خطأ. لا تكن رجل مقلد، لا تكن رجل آلي. الرجل الآلي يا شباب يعني برنامج أو روبوت مباشرة قاموا بتعبئة الأوامر البرمجية لهذا الروبوت، ومباشرة بيقوم بتنفيذ ما أمرها الآخرون به. فأنت لا تكون مقلد وناقل هذه الأشياء، يعني فحاول إنه تكون أنت المبدع. إذا هذه ثاني خطوة، لا تكون رجل آلي، يعني لا تقلد أي شخص آخر، لا تحاول إنك ترسل فيديوهات لمدربين آخرين أو صوتيات لمدربين آخرين. الخطوة رقم 2 أظن وضحت. رقم 3، وأظن الأغلب بيسجل لأن هذه مش موجودة في مشاركة الشاشة، هذا الآن أكلمك كلام، فحاول إنك تكتبها في دفترك، حاول إنك تكتب هذا الكلام في الدفتر. طيب رقم 3، لابد إنك تكون إنسان رسمي، لابد إنك تكون إنسان رسمي. طيب كيف يعني إنسان رسمي؟ ما تدخل في نقاشات جانبية أو خاصة مع هذا الشخص الجديد، يعني ما تدخلش في أشياء خاصة بهذا العضو أو المستقطب الجديد. رقم 2، لابد علشان تكون إنسان رسمي إنك تتحدث أول ما تستقبل المرشح صوتيا. طيب إذن لا تكون رسمي، الطريقة الأولى أنه ما تدخلش في نقاشات خاصة أو نقاشات جانبية. رقم 2، لابد إنك تتحدث صوتيا، يعني تتحدث صوتيا تعرف بنفسك، وكذلك تتكلم عن الجهة اللي أنت بتعمل فيها، وإن شاء الله بجيب لكم مثال. رقم 3، أو لازلنا في النقطة رقم 3، اللي هي يعني لابد أنك تكون إنسان رسمي، لا تتكلم كثير، يعني خلي اتكلم، وكذلك في نفس اللحظة لا تطول في الكلام، لا تطول في التسجيلات الصوتية، لا تتكلم كثير ولا تطول في التسجيلات الصوتية، لأنه من عندنا مثل يقول من قل من كثر هداره قل مقدار، يعني من زاد الكلام بتقل قيمته عند الآخرين. وضحت؟ إذا لا تتكلم بشكل كثير جدا، لا ترسل صور، لا ترسل فيديوهات، لا ترسل أصوات أو صوتيات تعريف بالمشروع يعني الأشخاص آخرين، لا ترسل من هذه الأشياء أبدا. وكذلك أنت لو كنت قد سجل تسجيل صوتي مسبق لا ترسله، لا ترسل تسجيلات صوتية مسبقة أو قمت يعني بعمل تحويل لها، فهذا خطأ. إذا ركزنا الآن كيف تكون رسمي بعدة طرق. أول ما تدخل في نقاشات جانبية، رقم 2، لابد أنك تتحدث صوتيا علشان تكون إنسان رسمي، رقم 3، ما بتتكلم بشكل كثير جدا، بتكون دائما مختصر لأن العضو الجديد ما بيكون مهيأ أنه يتقبل كلام بشكل كبير جدا. وضحت؟ وكذلك ما ترسل له صور، وفي نفس اللحظة ما ترسل له فيديوهات. فيا شباب، من منكم مباشرة أول ما يتواصل معها المرشح الجديد يروح يرسل له فيديو تعريفي عن المشروع؟ من منكم يا شباب بيعمل بهذه الطريقة؟ الأغلب، صح؟ الأغلب. هذه من الأخطاء، هذه من الأخطاء اللي ربما يعني أخرت نجاحك. طيب جميل جدا، لكن قبل هذا كامل، قبل هذا كامل، لأنه أظن في أشخاص موجودين معنا في هذا اللقاء، لابد إنك تكون مجهز أو عامل تجهيزات قبل ما تعمل هذه الخطوات. يعني التجهيزات اللي من خلالها تستطيع أنك تعرض المشروع للشخص بطريقة احترافية. أولاً المكتب الخاص بك، فإذا كنت ما حضرت معنا من اللقاء الأول، إحنا اليوم في اللقاء السادس من هذه السلسلة، فبإمكانك أنك ترجع تروح على اليوتيوب وتشوف أنه كيف تجهز المكتب الخاص بك، بحيث أنه هذا المكتب هو الذي يمثلك، هو الشيء اللي بيعرض شخصيتك أمام المرشح الجديد. فأنت بترجع على اليوتيوب تكتب كوتش باكر دغفل، بتظهر لك القناة، يعني بتلقى الشروحات موجودة سابقة، لابد أنك تمشي فيها خطوة خطوة إذا تريد أن يكون عملك احترافي.
طيب جميل جدا. الآن الخطوة رقم أربعة، الخطوة رقم أربعة، لابد ولابد ويجب، وضع تحتها ألف خط، إنك أول ما يبدأ معك المرشح الجديد تعمل تسجيل صوتي ويكون قصير جدا. طيب كيف يكون قصير جدا؟ يكون يا شباب أقل من دقيقة واحدة. العضو الجديد أول يوم، أنا بتكلم لك أنا في اليوم الأول، ما بقول لك في اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني بيكون له طريقة ثانية. مش قلنا إن شاء الله إنه بنتعلم خطوة خطوة خطوة، تمام؟ إذن الخطوة رقم واحد أكون رجل آلي، الخطوة رقم اثنين، دقيقة بس أوقف الإشعارات من الواتساب في نفس اللحظة، أوقف الإنترنت على الواتساب لأنه في أشخاص ما برد عليهم بيتصلوا لي اتصالات إزعاجات. الله يسعدكم. الإنترنت لا. طيب نكمل إن شاء الله. إذن الخطوة رقم واحد لا تكون رجل آلي، يعني بعض الأشخاص والله تريد أنك تتعامل معه بأسلوب الحظ. الله يسعدكم. طيب نكمل معكم الآن إن شاء الله. إذن أول خطوة لا تكون رجل آلي، يعني ما تروح تنسخ وتلصق في نفس اللحظة. رقم اثنين، لابد أنك تكون رسمي، وقلنا تكون رسمي بعدة خطوات، أنه ما تدخل في نقاشات جانبية، لابد أنك تتحدث صوتيا. رقم ثلاثة، لا تتكلم كثير بل كون مختصر الكلام. رقم أربعة، طبعا هذه في الخطوة رقم اثنين اللي هي أول خطوة. رقم ثلاثة، أنه لابد أنك تكون إنسان رسمي، ما ترسل صور، لا ترسل فيديوهات، لا ترسل صوتيات لأشخاص آخرين، ولابد أنك تكون مجهز المكتب الخاص بك. والآن رقم أربعة، أن تقوم بالتسجيل صوتي. التسجيل الصوتي، التسجيل الصوتي بجيب لك مثال ولا تقلق، بقول لك ايش تجي في التسجيل الصوتي. انا ماشي معك خطوه خطوه، الان بقول لك فقط عن رؤوس اقلام، بكلمك عن رؤوس اقلام، واذا كنت واقع في اخطاء ان شاء الله بتحاول انك تعدلها باذن الله، بحيث انه يكون عملك احترافي. لان اهم نقطه هنا، اهم نقطه، ربما تكون محترف في الاستقطاب افضل مني وافضل من اي شخص اخر، لكن عندك ضعف في استقبال المرشح بخطوات احترافيه. طيب اذا تقوم بتسجيل مقطع صوتي، الان الخطوه رقم أربعة، أن تقوم بتسجيل مقطع صوتي قصير جدا في اليوم الأول. في اليوم الأول المقاطع الصوتية اللي بترسلها للشخص لا تزيد عن 59 ثانية، يعني حاول إنك تتكلم وتكون مركز على العدد 48 49 50 إلين توصل 59 ثانية ارسل المقطع الصوتي. يعني بتسجل في نفس اللحظة، مش تسجل تسجيل صوتي سابق لك وتروح تحفظ في الجهاز وترجع تعمل له إرسال، لا، سجل في نفس اللحظة، سجل في نفس اللحظة. أنت عن نفسك، أنا الآن لو حولت لك تسجيلات صوتية، حولتها تحويل ما بتستمع لها، لكن بتحس أني أنا سجلت هذا الصوت وبيجيك فضول أنه تستمع له. نفس الفكرة بالعضو الجديد، لابد أنك تفكر نفس ما بيفكر. أوكي، إذن يكون التسجيل قصير جدا. كذلك لا تحاول أنك ترسل أكثر من ثلاثة إلى أربعة تسجيلات، خليك خفيف، يعني رسل تسجيل صوتي، التسجيل الصوتي الأول 59 ثانية، التسجيل الصوتي الثاني ممكن يكون 34 ثانية، التسجيل اللي بعده ممكن أنه يكون كذلك 48 ثانية، بحيث أنه ما يزيد، وحاول أنك تنوع، ما يكون بنفس النسق، يعني 59 ثانية 59 ثانية 59 ثانية، راح يفهم المرشح الجديد أنه أنت مركز على هذا الوضع. حاول أنه تغير وتنوع في نفس اللحظة. إذن هذا في اليوم الأول، ما يزيد التسجيل الصوتي عن 59 ثانية، ولا بد أنك تكون خفيف الظل عند بداية أول يوم. اليوم الأول كن خفيف الظل، لا تزيد من الرسائل، خفيف، حتى أنه ما ترد عليه. مثلا الشخص رسل لك رسالة، ممكن أنك ترد عليه بعد دقيقتين، بعد ثلاث دقائق، حسس الشخص، يعني خليه يستشعر أنه أنت مشغول مش أنت متفرغ، أنه فعلا أنت الآن قائد لفريق كبير جدا. وصلت؟ إذن جميل جدا. الخطوة قلنا رقم أربعة أنه التسجيل الصوتي، لا تسجل تسجيلات صوتية كثيرة، ثلاثة أربعة ووقف حتى يرد عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الخطوة رقم خمسة يا شباب، لا أحد يفتح المايك، الله يسعدكم. رقم خمسة، رقم خمسة الخطوة الخامسة، لابد إنك تنوع.
يعني مش خلاص كامل تسجيلات صوتية تسجيلات صوتية تسجيلات صوتية، لا، نوع صوتيا ونصيا. يعني اعمل 2 تسجيلات صوتية بعدها مباشرة رسالة نصية، وبعدين ارجع اعمل 2 تسجيلات صوتية وبعدين رسالة نصية. بنتعلم، بجيب لك أمثلة يعني ما بتخرج من هذا اللي قاله، وأنت فاهم كتطبيق عملي بإذن الله. طيب، إذا رقم 4 لابد، أو رقم 5، أنك تعمل ما بين التسجيلات الصوتية رسائل نصية. نوع نوع. طيب، الآن هذا بالنسبة لليوم الأول، بجيب لك أمثلة. حد الآن أنا عارف أنه ما اتضحت لك الرؤية، بس إن شاء الله بكلمك إيش الأمثلة. الآن الخطوة الخامسة في اليوم الثاني، عادي مسموح لك أنك تسجل دقيقتين، دقيقتين ونص، المهم أنه ما تزيد عن 3 دقائق نهائيا. اليوم الثاني، لأنه بدأ ينفتح لك، بدأ في نفس اللحظة يتأقلم معك، ممكن أنك تسجل دقيقتين، دقيقتين ونص تسجيل صوتي. شوف اليوم الأول كم تكلمنا، في اليوم الأول تتسجل تسجيل صوتي لا يزيد عن 59 ثانية. في اليوم الثاني ممكن أنك تسجل لمدة دقيقتين، دقيقتين ونص بالكثير، المهم أنه ما يزيد عن 3 دقائق نهائيا. يعني لا تسجل تسجيل صوتي طويل جدا، ما بيستمع له، ما بيستمع له. طيب، الآن بكلمك على ملاحظة مهمة جدا جدا. عندما تتحدث مع الشخص الجديد، عندما تتحدث مع الشخص الجديد، لابد أن تتحدث مع الشخص بلهجة يفهمها هو. يعني باللهجة، أو حاول يعني أنك قدر الإمكان أنه تميل إلى اللغة العربية الفصحى، خاصة إذا كان الشخص من خارج بلدك. لابد أنك تتحدث بأسلوب هادئ، ما تتسرعش. في نفس اللحظة حاول أنك تبتعد عن اللهجة العامية، وتكون لهجتك مقاربة للهجة العربية اللي كي يستطيع أنه يفهمك. مثلا ما شاء الله، يعني في معنى إخواننا المغاربة الله يسعدكم، أنا من النوع اللي ما أفهم لغتهم بشكل كبير جدا، أو لهجتهم بشكل كبير جدا، إذا تحدثوا بسرعة. كذلك نفس الفكرة. فعلشان كذا حاول قدر الإمكان أنه، خاصة إذا عرفت أن الشخص مباشرة من خارج بلدك، أنك تتكلم معه باللغة العربية الفصحى ومخلوطة بالعامية، بحيث أنه ما تكون عربية فصحى كامل. تمام؟ يعني الشخص ما يحس أنك متكلف، على قدر نفس ما أنا أتكلم الآن. أنا الآن أتكلم كيف؟ أتكلم أنا الآن لغة عربية، وفي نفس اللحظة بلهجة عامية، صح أو لا؟ نفس الفكرة. مركزين يا شباب، ملاحظين على أسلوب الكلام؟ أنا الآن قادر أتكلم باللهجة العامية، الأغلب ما بيفهمني. لو أتكلم الآن باللهجة العامية أو باللهجة اليمنية، الأغلب ما بيفهمني. فعلشان كذا، شوف، علشان كذا مش موجودة في اللغة العربية، علشان كذا. فحاول أنك يعني تخلط ما بين اللهجة العامية واللهجة أول اللغة العربية. الله يسعدكم. إذن جميل جدا. نفس الفكرة مع العضو الجديد، إذا عرفت أنه من خارج بلدك، مش تتكلم مع التسجيل، ما بيستمع لك التسجيل الصوتي إذا لاحظ أنه مستوعبه أو ما فهمه. وصلت؟ إذن جميل جدا. هذا بالنسبة للهجة. الآن إن شاء الله أجيب لكم مثال، صح؟ تريدون نجيب مثال. في أمامكم في مشاركة الشاشة موجود التعريف صوتيا، التعرف على المرشح الجديد، مرحلة الاختبار. طبعا هذه مش موجود فيها التفاصيل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بجيب لك مثال وأكلمك كيف أنا أسلوبي وكيف أتحدث مع الشخص الجديد. بداية، الآن بكلمك عن مقاطع. المقطع الأول إيش برسل فيه؟ مش قلنا مقاطع صوتية عندما أستقبل المرشح الجديد؟ المقطع الصوتي الأول، بسم الله، خليك مركز معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك وأسعد الله أوقاتك بكل خير أخي العزيز. بداية أعرفك عن نفسي، معك المدرب باكر دغفل، مدرب رائد أعمال في المشاريع الذكية، أعمل مع فريق سمارت بروجكت فور يو. نحن نحاول على إيجاد حلول لحياة متكاملة وراقية جدا من خلال صناعة راقية جدا. هذه الصناعة توفر للإنسان الكثير من الميزات، من أهم هذه الميزات ميزة السفر والترحال، وكذلك ميزة الصحة وميزات كثيرة أخرى. فأخي العزيز، إذا كنت جاد ومهتم وحابب إن شاء الله أنه يعني تنطلق في هذا المشروع، وحابب أنه تغير من حياتك للأفضل، وأنت فعلا جاد وحابب للتغيير، فممكن أخي الكريم لو تعرفنا على اسمك. إذن هذا المقطع الصوتي الأول لا يزيد عن دقيقة. شوف في المقطع الصوتي الأول، اكتب الآن إيش تتكلم في المقطع الصوتي الأول. اكتب
أولا بتعرف عن نفسك، هذا رقم واحد. أنا إيش تكلمت في البداية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز، بداية أعرفك عن نفسي. شوف بدأت أعرف عن نفسي، إذن هذه أول خطوة في المقطع الصوتي الأول، فعرف عن نفسك. رقم اثنين تعرف عن الفريق. رقم ثلاثة تتكلم عن العمل. طيب بعيد لكم المثال بشكل أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير أخي العزيز، بداية أعرفك عن نفسي، معك المدرب باكر دغفل من اليمن السعيد، مدرب ورائد أعمال في المشاريع الذكية، أعمل مع فريق سمارت بروجكت فور يو. العمل معنا بكل بساطة عبارة عن تسويق وإدارة أعمال مع شركة رائدة عالمية متواجدة في أكثر من 186 بلد. العمل راح يكون من الجوال في وقت فراغك، ما يتعارض مع عملك الحالي. فإذا كنت جاد وحابب أنه تتعرف على هذه الفرصة، ممكن أخي الكريم تعرفنا عن اسمك؟ الله يسعدك. شفتوا دمك تسيقها بأي طريقة، مش ضروري تلتزم لي بالنص، لأنه إيش تكلمنا في البداية؟ أول خطوة لا تكون رجل آلي، مش تروح تكلد الكلام اللي أنا أتكلمه. أنا جبت لك إيش النقاط اللي تتحدث عليها. عرف عن نفسك، المدرب فلان الفلاني، رائدة الأعمال فلانية الفلاني، تمام؟ بهذا الطريقة. وبعدين تتكلم عن فريقك، هذا في التسجيل الأول. التسجيل الصوتي أول ما يتواصل معك، أول ما يتواصل معك مباشرة بتعرف عن نفسك علشان يطمئن. رقم اثنين بتعرف عن الفريق في نفس التسجيل الصوتي، وما هو العمل. العمل عبارة عن تسويق وإدارة أعمال. وبعدين بتبدأ تسأله، وبعدين أقصد بتكلمه عن مجال العمل. العمل عبارة عن تسويق وإدارة أعمال مع شركة رائدة عالمياً، وأذكر مميزات بسيطة للمشروع، تمام، بحيث أنه تكون تشويقية. وبعدين أسأله، ممكن أخي العزيز لو تعرفنا على اسمك أخي الكريم؟ طيب بنفس الطريقة. فأنت بتصيغها على حسب ما بتفهم وبطريقتك. وصلت؟ إذن هذا التسجيل الصوتي الأول، واضح يا شباب؟ عرفتوا إيش أول تسجيل صوتي؟ عرفتوا الآن كيف تصيغوا أول تسجيل صوتي؟ تعرف بنفسك، الفريق، العمل، تسأله عن اسمه. اللي مع الدفتر وقلم هذا اللي بيستفيد ويستطيع أنه يطبق خطوات عملية. طيب الآن انتظر، لا تستعجل، انتظر لا تستعجل، لا تكون إنسان فارح بالعضو الجديد، لا تكون إنسان فارح بالعضو الجديد، إن الله لا يحب الفرحين. الله يسعدكم. طيب لأنه مثل ما تكلمنا، الهدف الرئيسي لابد أنك تغير من تفكيرك، ويكون هدفك أني كيف أغير من حياة هذا الإنسان، ما همني يستجيب أو ما يستجيب. هذا الشيء لابد أنك تحذفه من رأسك، يستجيب أو ما يستجيب، المهم أني قدمت له الفرصة، بعدين هو براحته، وخاصة إذا كانت طريقتك احترافية. طيب جميل جدا. الآن بعد ما عرفك عن نفسه، ننتقل إلى المقطع الصوتي الثاني، ننتقل إلى المقطع الصوتي رقم اثنين. شوف لابد أنه يكون بينك وبين التجاوب. إذا ما عرفك عن اسمه ولا كتب لك أي شيء، بتتركه براحته، أنت ما قصرت معه من البداية. لكن الخطأ أنك تحول للتسجيل صوتي. لا، أنا أقول لك سجله في نفس اللحظة، في نفس اللحظة، ما تروح تجيب تسجيل صوتي مسجل مسبقا، لا، في نفس اللحظة تسجل هذا التسجيل الصوتي. ولابد أنك تكسر حاجز الخوف. في البداية راح تتكلم وأنت متوتر وقلق، بس مع الاستمرارية والله بتتكلم بطلاقة، وبتحس أنك بتتنوع في الأسلوب، ما بتكون بأسلوب واحد، لأنك خلاص أصبحت خبير إن شاء الله. طيب الآن التسجيل الصوتي الثاني، عرفك على اسمه. مثلا إيش تتوقعوا يكون اسمه؟ مثلا اكتب لي أشوف، على أساس أجيب لكم يعني تطبيق في أرض الواقع. مثلا اعتبر نفسك العضو الجديد، بأخذ أول اسم مكتوب في التعليقات، تكتبوا لي أشوف. اللي طنش التسجيل أبوه اللي بعده. طيب محمد حياك الله أخي محمد، أتشرف بمعرفتك ومعرفة الطموحين والمتميزين أمثالك. والله أنا سعيد جدا لأني تعرفت على إنسان إيجابي ومتميز مثلك. طيب يا أخ محمد الله يسعدك، عندي لك مجموعة أسئلة، فمن خلال هذه الأسئلة بتعرف عليك أكثر. والسؤال الأول، يعني ممكن تكلمني على تخصصك الدراسي، وكذلك إيش تعمل حاليا، وهل أنت تبحث عن فرصة عمل من خلال الإنترنت؟ شوفوا كمل خلاص، ما بطول معه. في المقطع الصوتي الثاني بأقول له، أولا تشرفت بمعرفتك ومعرفة الطموحين والإيجابيين والمتميزين والرائعين والمبدعين أمثالك. شوفوا بدأت الآن أرفع للجانب التحفيز بأسلوب، إيش قلنا أنه من طرق التعامل مع المرشح أنه يعني ما تكونش بأسلوب من أساليب القائد الناجح، أنه ما يكون دائما يتكلم بأسلوب الأمر الناهي.
نفس الفكره، يعني تكون انسان كلامك جذاب، كلامك يعني عسل، كلامك عسل. فاذا في التسجيل الصوتي الثاني تتشرف بمعرفته، وبعدين تقول له ممكن اخي العزيز يعني لو تكلم ما هو تخصصك الحالي او ما هو تخصصك الدراسي وايش تعمل حاليا. السؤال الاول تخصصك الدراسي في تسجيل صوتي وانت بتتكلم. السؤال الثاني ما هو عملك الحالي. السؤال الثالث هل أنت تبحث عن فرصة عمل من خلال الإنترنت؟ هل أنت تبحث عن عمل أو فرصة عمل من خلال الإنترنت؟ من يا شباب مجهز الدفتر والقلم؟ من بيسجل معي يا شباب؟ أشوف من بيسجل معي هذا اللقاء أو هذا الخطوات. إذن جميل جدا، جميل جدا، لأني أريدك تطبقها تطبيق عملي، مش فقط كلام تسجيله بس، لا بتطبقها بكرة. لا تركن على التسجيل الصوتي، ممكن يكون في خلل، ممكن أني ما أرسل التسجيل الصوتي هذا كامل، ممكن أشرحها بطريقة أخرى، لكن الشخص اللي ماشي معي خطوة خطوة هو اللي بيستفيد فعلا. أنا ما همني أني أنشر على اليوتيوب يا عزيزي، همني أنك تخرج إنسان فاهم. ليش أنا مركز بشكل كبير جدا أنك تحضر معي في اللقاء؟ أنا كنت قادر أني أنشر على اليوتيوب، أعمل تسجيل للشاشة وأتكلم ومباشرة أنزلها على اليوتيوب، لكن لا، أريدك تفهم، أريدك تكون إنسان ناجح، أريدك تطبق، أريد أتكلم معك بكل صغيرة وكبيرة. الله يسعدك. طيب يا شباب، أوكي، إذن ثلاثة أسئلة الآن. يا سلام، أنا الآن متى بستمر معك؟ شوفوا دائما في كل مقطع صوتي أريد الشخص يتفاعل معي، صح؟ أريد الشخص يتفاعل معي. في المقطع الصوتي الأول قلت له عرفني عن نفسك، ما برسل له المقطع الصوتي الثاني إلا إذا عرفني عن نفسه أو اسمه. يا سلام، يعني في نهاية المقطع الصوتي عملت شيء أخليه يتجاوب معي في الطريقة. رقم اثنين، المقطع الصوتي الثاني سألت عدة أسئلة، أكيد راح يجاوب على السؤال الأول، تخصصي الدراسي كذا كذا، أو لازلت في الثانوية، أو لازلت في الإعدادية، ما هو عملها الحالي؟ يقول لا أجد عمل. حلو جدا. هل تبحث عن فرصة عمل من خلال الإنترنت؟ إذا قال نعم استمر معه، إذا قال لا شكرا أخي العزيز، تشرفت بمعرفتك، أتمنى لك حياة سعيدة وراقية، خلاص اتركه. لا تستمر مع شخص ما يريد. أنت الآن ماشي بخطوات احترافية، فأنا بقول لك خطوات لو أنت مشيت معها بتوفر كثير جدا من وقتك، ما بتتعب نفسك، ما بتتعب نفسك، وما بيستمر معك إلا الإنسان الجاد. طيب خلاص الآن كملنا التسجيل الصوتي الثاني. وأنا إيش تكلمت ملاحظة قبل شوي، قلت من الملاحظات المهمة لابد أنك ترسل تسجيلين صوتيا بعدها تتكلم نصيا، مش تسجيل صوتي تسجيل صوتي تسجيل صوتي، ما بيستمع له كل التسجيلات الصوتية، بيمل. فأنت هنا سجلت الآن تسجيلات صوتية وكذلك تفاعل معك، الآن تبدأ ترسل رسالة نصية. جميل جدا، أشكر أخي العزيز تجاوبك معي، اكتبها كرسالة نصية، اكتبها كرسالة نصية. طيب إن شاء الله إذا مستعد الآن، عندي لك موضوع، من خلال هذا الموضوع أنا بحدد، أو مش نجي نقول موضوع، خلوني أوصل لكم الفكرة بشكل أبسط. مثلا بعد ما رسلت لها التسجيلات الصوتية الاثنين، بتقول له أخي العزيز ما تسجله مباشرة، كيف يعني؟ كأني شفت سؤال في ال... طيب بخصوص المنتجات، ما دخل المنتجات، بتكلم معك الآن، بمشي معك خطوة خطوة، الله يسعدك. طيب هنا أنت بترسل له رسالة نصية، سعيد جدا بمعرفتك، فإن شاء الله بنتعرف على فرصة عمل عالمية، تكتب لها كذا رسالة نصية. طيب هيقول لك أيش العمل، أكيد بيكون عندها الفضول، أكيد بيكون عنده الفضول، بيسألك ما هو العمل، كيف طريقة العمل. أنت الآن كيف تكبت هذا الفضول بطريقة مناسبة؟ ونادرا ما تجد أشخاص، خاصة لو تكلمت أنه العمل مع شركة، إيش اسم الشركة؟ ما هو العمل؟ تكلم تشوفه مستعجل دائما. فأنت كيف تعمل؟ ترجع الآن تسجل تسجيل صوتي، مش قلنا يعني تسجيلين وبعدين رسالة نصية وبعدين تواصل تسجيلين. طيب الآن قال لي يا أستاذ طارق ليش شاركت الشاشة؟ مش قلنا أنه من شروط الانضمام أنه ما تشاركت الشاشة ما لم سيتم إزالتك مباشرة؟ الله يسعدك يا شباب. لا أحد يلعب، لا أحد يلعب، ضع التلفون جانبا واستمع لي، الله يسعدك.
طيب الآن بتقول له شوف أخي العزيز، الآن التسجيل الصوتي الثالث، ننتقل الآن. شوف تعرفنا على المرشح الجديد، ركز معي على الشاشة، ركز معي الآن على الشاشة. طيب يا شباب، لو عدنا كل كلام أظن يعني بنستغرق وقت أكثر، أنا ما أريد إني أطول معكم اليوم. ليش غلقنا الشاشة؟ أوكي الآن إيش بتكلمه؟ بتعمل التسجيل صوتي. شوف الآن بعلمك خطوة خطوة كيف تمشي مع المرشح الجديد بطريقة احترافية بحيث إنه يتجاوب معك. بتقول لها الآن شوف أخي العزيز، على أساس أو لكي تنضم إلينا، تمام، إحنا فريق عالمي متواجد في أكثر من 186 بلد، على أساس إنه تنضم إلينا وتعمل معنا عندي لك مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة من خلالها أنا بحدد هل فعلا أنت إنسان جاد أو غير جاد، وهل فعلا إنك يعني فعلا إنسان إيجابي وتريد فرصة عمل. لكن الله يسعدك، الإجابة على هذه الأسئلة، طبعا أنا عندي لك 12 سؤال صوتي، الإجابة على هذه الأسئلة تكون إجابة صوتية، تكون إجابة صوتية، بمعنى أن عندي لك 12 سؤال، فحابب منك أنك تجيب على هذه الأسئلة إجابة صوتية. فهل أنت مستعد إن شاء الله أنك تجيب على هذه الأسئلة إجابة صوتيا؟ إذا قال لك شوف، إذن هذه هي الأسئلة، ركز معي الآن. مرحلة الاختبار الآن من هنا يبدأ وقت الجد. أول مرحلة من مراحل قبول الشخص أو معيار من معايير قبول الشخص، التركيز على الواتساب بشكل كامل. رقم 2 من مراحل قبول الشخص أو من معايير قبول الشخص، التجاوب معي مباشرة عندما أسأله أسئلة، يعني عندما أتعرف عليه. ثالث معيار من معايير قبول الشخص عندي وفعلا أميز أن الشخص إيجابي، وهو مرحلة الاختبار. مرحلة الاختبار بتحدد لك فعلا هل الشخص يعني ممكن أنه ينضم معك أو لا. لا تتعب نفسك إذا كان غير مقبول، لا تتعب نفسك. طيب الآن عندنا مرحلة الاختبار، لحظة بشارك لكم الشاشة، لحظة على أساس أرويكم وتحتفظوا بهذه الرسالة النصية لديكم، تمام، تحتفظ بهذه الأسئلة عندك، احتفظ بهذه الرسالة النصية موجود. المعيار الأول الواتساب، على ما أظن اللي قام مسجل إن شاء الله، على ما أظن، بس ركز معي، احتمال يحصل خطأ ونوقف التسجيل، احتمال. طيب وين دخلنا؟ لا إن شاء الله برسل لكم الآن. أول معيار من معايير قبول الشخص، أول معيار من معايير قبول الشخص وهو الواتساب، النظر على الواتساب بشكل كامل. طيب يا شباب خذوا لكم دقيقة، دقيقة ونص، إحنا الآن 10:07، خلاص خذوها لحد الآن 10:10، اطلعوا على هذه الأسئلة، اطلعوا على هذه الأسئلة موجودة على المجموعة. طيب اطلعوا على هذه الأسئلة واحتفظ بهذه الرسالة لديك. يعني السؤال الأول تسأل من أنت وما هي رسالتك في الحياة؟ السؤال الثاني إذا وجدت $1,000,000 ماذا سوف تعمل بها؟ السؤال الثالث أيهما أفضل لك، الوظيفة أم العمل الحر؟ السؤال الرابع ما هي الحرية المالية بالنسبة لك؟ السؤال الخامس هل أنت راضي عن وضعك الحالي؟ السؤال السادس ما هي المهارات التي تمتلكها؟ السؤال السابع بعد أن رأيت الإعلان الخاص بنا ماذا قال لك عقلك؟ وهل تعمل في أي شركة أو تعرفت على أي شركة؟ السؤال الثامن كم هو الدخل الذي تريد تحقيقه شهريا؟ السؤال التاسع هل أنت جاد بحاجة إلى فرصة للتغيير إلى الأفضل؟ السؤال العاشر ماذا تتمنى؟ السؤال الحادي عشر هل لديك وقت فراغ من 3 إلى 4 ساعات يوميا لتستثمر هذا الوقت في العمل معنا؟ السؤال الثاني عشر هل أنت مهتم مخلص لصحتك؟ وبعدين شكرا لك مسبقا لردك على الأسئلة، تم وضع هذه الأسئلة من قبل الخبراء في فريق سمارت بروجكت ستوريو لاكتشاف الجادين، فقط نحن لا نلعب، نحن نبحث عن شركاء للنجاح. يا سلام، الآن نأتي إلى حل أو يعني نتكلم على حسب الإجابات. السؤال الأول إن شاء الله، خلاص أظن اطلعتوا على الأسئلة. شوف معي السؤال الأول، أنا أولا طلبت من العضو أنه يتحدث صوتيا، إذا قال لا لا تكمل معه، فهذا الإنسان غير صالح للمشروع.
طيب إذا قال لك أو رسل لك يا أخي ما أستطيع، ممكن أني أتحدث نصيا؟ شوفوا بالنسبة للأخوات القائدات عادي بإمكانك أنك ما تعملي تسجيل صوتي، بإمكانك أنك تتكلمي مع المرشح الجديد بأسلوب نصي، لكن أفضل طريقة هي التسجيل الصوتي. شيء طبيعي يعني، إذا اكتشفتي أن الشخص اللي بتتواصلي معه رجل عادي بإمكانك أنك تتكلمي معه صوتيا، بحيث أنه قد ربما يكون ما في أشخاص إيجابيين. لكن إذا اكتشفتي فيما بعد أن هذا الشخص اللي بتتحدثي معه امرأة، عادي هنا بإمكانك أنك تتحدثي معها صوتيا. لكن الأفضل، أنا مثل ما قلت لك، الأفضل أنه تتحدثي صوتيا، لأنه ما في حياة هذا مجال عمل، هذا مجال عمل الله سبحانه. طيب السؤال الأول، من أنت وما هي رسالتك في الحياة؟ حطها ملاحظة عندك الآن، سجلها ودونها ملاحظة عندك. إذا كانت إجابة الشخص، يعني شوفوا ضروري أنك تكلم الشخص أنه ضروري يا أخي تسجل 12 تسجيل صوتي، لأن عندي لك 12 سؤال. من خلال هذه الأسئلة أنا فعلا بعرف الشخص جاد أو لا. بكلمكم الآن كيف؟ بكلمك الآن بالسحر أو باللمسات السحرية اللي بتعرفك فعلا، يعني كيف أكتشف أن العضو جاد أو لا؟ من خلال الإجابة على هذه الأسئلة. هذه الأسئلة تم وضعها فعلا بعناية. طيب إذا الشخص لاحظت أنه تسجيلاته صوتية قصيرة جدا ومتسرع، يعني 7 ثواني 8 ثواني مثلا، من أنت وما هي رسالتك في الحياة؟ محمد خالد، رسالتي في الحياة أكون إنسان ناجح بشكل سريع، ولاحظت أنه أغلب إجاباتي بهذا الطريقة، هذا إنسان لا تقبله معك في المشروع. وضحت؟ هذا الشخص الأول لا تقبله معك في المشروع، تمام؟ أنا أريد أنه يكون فريقك كامل قادة، أريد فريقك كامل يكونوا قادة. هل أنت فعلا تتفق معي في هذا الشيء وتريد فريقك يكونوا كامل قادة أو لا؟ أو تريد أي شخص؟ ممكن أنه يكون إنسان ناجح لكن بيتعبك، أكيد بيتعبك. طيب أوكي، إذن عندما يجيب على هذا السؤال من أنت وما هي رسالتك في الحياة، يعني شوف الإنسان الإيجابي كيف بيعرف عن نفسه. أنا باكر دغفل من اليمن السعيد، عمري 23 سنة، بكلمك بكل هدوء، تسجيل صوتي عادي. رسالتي في الحياة أني يعني رسالتي في الحياة أني يكون لي مستقبل، رسالتي في الحياة كذلك أني أغير من حياة كثير من الأشخاص الآخرين وأساعد الآخرين. إذا كانت إجابته فعلا أنه رسالته في الحياة رسالة عميقة، هذه معيار من معايير القبول، يعني بتقول هذا الشخص مقبول إن شاء الله. هذا في السؤال الأول، هذا في السؤال الأول. إذا عرف عن نفسه شكل تمام، رسالته في الحياة شفت أنه إنسان لها هدف وسامي وفعلا أنه يحب الخير للآخرين، فهذا الشخص بتقبله معك، غير كذا ما بتقبله معك، تمام؟ إذا كانت رسالته في الحياة أنه يعني رسالة عادية وإنسان بسيط ويمشي حاله، هذا إنسان غير صالح للمشروع، الله يسعدك، أنا مجرب لهذه الأشياء وبقوة. طيب رقم 2، السؤال الثاني، شوف خلاص عرفنا من السؤال الأول كيف نقبله وكيف ما نقبله، عن طريق الإجابة الصوتية، وضروري كل سؤال يجيب عنه بتسجيل صوتي، هذا اختبار تفلتر الشخص الجاد. مش تكلمنا في اللقاءات السابقة أنه في أشخاص غير صالح للمشروع، الآن بنتكلم على الشخصيات الصالحة للمشروع. من خلال هذا الاختبار أنت بتعرف، هذا هو الفحص، هذه هي الطريقة الثانية. طيب السؤال الثاني، إذا وجدت $1,000,000 ماذا سوف تعمل بها؟ إذا كانت إجابتك على هذا السؤال أنه يشتري بيت ويتزوج ويعيش حياته بس، هذا الإنسان لا تقبله. أما إذا كان أنه أنا وجدت $1,000,000، والله أبحث عن الشخص اللي ضيع هذه الفلوس، وكذلك في نفس اللحظة أستثمرها وأتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين، هذا معيار من معايير القبول، هذا الشخص بتقبله معك. أما إذا كان فقط إنسان يعني يفكر تفكير بسيط جدا متدني، وجد 20 يعني $1,000,000 فقط بيفكر أنه كيف يبني للبيت وكيف يتزوج ويشتري له سيارة ويعيش حياته، هذا إنسان لا يمتلك عقلية الاستثمار. لكن إذا قال أستثمرها وأبني لي مشروع، فهذا الإنسان بتقبله معك. وصلت؟ إذن هذا من خلال السؤال الثاني، واكتبهن عندك الله يسعدك، واكتبها عندك. إذا كانت يعني عقلية استثمارية في السؤال الثاني، هذا بتقبله معك. إذا كان عقلية غير استثمارية ما بتقبله، ولا تتعب نفسك معه وما بتضيع وقتك، لأنه رأس مالنا يا شباب في هذا المشروع هو أيش؟ الوقت. طيب السؤال الثالث، أيهما أفضل لك، هل الوظيفة أم العمل الحر؟ إذا قال لك الوظيفة، هذا الإنسان خلاص ما بتكمل معه. أما إذا قال لك العمل الحر، فهذا إنسان فعلاً يعني يحب أنه يكون عنده. بس هذا شوفوا يا شباب، هذا في السؤال الثالث راجع لك،
تقبله أو ما تقبله، بس الأفضل إذا كان الشخص يحب العمل الحر هذا اقبله بقوة، تمام؟ أما إذا كان يحب الوظيفة فهذا إنسان متعود على أنه تلزمه بالشيء. الشخص اللي يحب الوظيفة متعود على الإلزام، فأنت مش أنت فاضي أنك تلزمه دائماً أنه تبع المحاضرات، احضر الندوات التدريبية، بتتعب معه. إذا كان بيحب الوظيفة ما بتقبله معك، بتعتذر منه بطريقة رسمية، بتقول له عذراً أخي العزيز أعتذر منك، المشروع غير صالح لك. طيب، عفواً أخي العزيز، المشروع غير صالح لك، بتعتذر منه بطريقة حلوة. طيب، الله يسعدكم. السؤال الرابع، ما هي الحرية المالية بالنسبة لك؟ شوفوا يا شباب، هو مش معناته أنه نقلل من الوظيفة، لا أنا ما أقصد هذا، أنا ما أقصد هذا. أنا قلت لك السؤال الثالث هذا الشيء راجع لك، لأني عارف أنه بيتكلموا أشخاص، بس أنا أكثر الأشخاص اللي بقبلهم اللي دائما يفضل العمل الحر، دائما أنا الأشخاص اللي بقبل هذا عن نفسي. هذا الشيء راجع لك، شو معناته أنه يعني تلتزم بكلامي 100%؟ لا، في أشياء راجع لك. في بعض الأسئلة أنا عندما أتكلم هذا الشيء راجع لك، خلاص معناتها اتخذ المناسبة اللي تشوفها أنت مناسبة. الله يسعدكم. طيب، جميل جدا. الآن الحرية المالية، شوفوا بالنسبة لهذا السؤال عادي، بالنسبة لهذا السؤال عادي، لأنه في أشخاص مش فاهم إيش الحرية المالية. أنت بتقول لهم ما هي الحرية المالية بالنسبة لك، فإذا ما عرف الإجابة بيقول لك الحرية المالية معناتها أنه يكون عندي زلط كثير. الحرية بتجد إجابات بهذه الطريقة، لكن هذا السؤال بالنسبة إذا ما عرف كيف يجاوب على هذا السؤال عادي. أنت بتقول له خلاص إن شاء الله بنتعرف على الحرية المالية فيما بعد بإذن الله ولا تقلق. طيب، بترجع أنت تعرفه إيش الحرية المالية. طيب يا شباب، الآن لو سألتكم المتواجدين معنا إيش الحرية المالية بالنسبة لكم، أشوف معنا من القادة، الله يسعدكم، إيش؟ لا تستحي. وكذلك عملنا مع دي إكسن ما يتعارض مع الوظيفة، أكيد ما بيتعارض مع الوظيفة. هذا الشيء يا شباب راجع لكم، ما في مشكلة إنه إذا كان موظف وتقبله معك مش مشكلة، بالعكس والله إن في موظفين وانطلقوا مع دي إكسن انطلاقة قوية، لكن في موظفين يحب العمل الحر أفضل من الوظيفة وهو موظف. أنا ما أقول لك أنه خلاص يعني معناته موظف غير صالح للمشروع، لا، حاول تفهمني، الله يسعدك، أنا ما أقصد هذا الشيء. أنا أقصد أنا موظف لكن أحب العمل الحر. حلو جدا، أحب، شوف هو من معنى أنه عندك رغبة بالعمل الحر. وضحت؟ وصلت؟ إذن الحرية المالية يعمل لأجلك وأنت نائم، هذه ريادة الأعمال يا أستاذ بصير، الله سعدك، يكون مصروفي أقل من دخلي الشهري، يا سلام. الحرية المالية أنت من، إذن الإجابة موجودة، أنه مثلا يكون دخلك أكثر مما بتخرج، يعني مثلا أنت راتبك مليون وبتنفق مليون في الشهر، أنت هنا ما وصلت للحرية المالية. البعض يفكر أن الحرية المالية معناتها فلوس كثير جدا، لا، الحرية المالية معناتها أنك تنفق، تمام، تنفق أقل من راتبك، يعني بيكون عندك مثل ما نجي نقول تدخر جزء من راتبك، يعني يكون الدخل أكثر من الخرج. الله يسعدكم، هذا هو بالضبط. إذن هذه هي الحرية المالية. إذا ما عرف هذا السؤال عادي، بالنسبة للسؤال الرابع اكتب أمام السؤال الرابع عادي علشان تفتهم لك إن شاء الله. طيب، الآن السؤال الخامس، هل أنت راضي عن وضعك الحالي؟ من هنا هذا السؤال، أنت الآن وضعت يدك على الجرح، وصلت؟ السؤال الخامس، أنت الآن بدأت تمسك بمفتاح، مثل ما نجي نقول حركت أو دغدغت أنت مشاعر الشخص. إذا قال لك غير راضي عن وضعي الحالي، وإذا قال لك الحمد لله كذلك، هذا السؤال لا بأس به، لكن الأغلب راح يقول لك غير راضي عن وضعي الحالي. فهنا فعلا بتعرف أن احتياج الشخص احتياج مالي، وصلت؟ من هذا السؤال مش معناته أنك بتحدد تقبل معك أو لا، لا، في هذا السؤال بتعرف أيش احتياجه. البعض بيقول الحمد لله تمام، لحد الآن ما اتضح لي الاحتياج، لكن لو قال غير راضي عن وضعي الحالي وأطمح للأفضل، هذا إنسان طموح، إنسان متميز. طيب، أوكي، السؤال
طبعا بالنسبة للسؤال الخامس عادي نفس الفكرة نفس السؤال الرابع. السؤال السادس، ما هي المهارات اللي تمتلكها؟ يا سلام سلام، هذا السؤال مهم جدا، ركز لي عليه. إذا تكلم إنه عندي مهارة الإقناع، عندي مهارة في السوشيال ميديا، عندي مهارة في التصميم، عندي مهارة الطبخ، عندي مهارات أخرى، هذا الإنسان بتقبله معك. إذا قال لك والله لا أمتلك ولا مهارة، هذا الشخص لا تقبله معك. طيب هذا الشخص لا، يعني من معايير عدم قبوله إنه ما عنده مهارات أبدا. صحيح إنه قد ربما يكتسب مهارات مستقبلا لكن بيتعبك. وصلت؟ إذا السؤال السادس مهم، بينما السؤال الخامس والرابع عادي، وكذلك السؤال الثالث بالنسبة لبعض الأخوة، لأنه قد ربما فهم طريقتي بطريقة خاطئة، بس اللي أنا أريد أوصل لك إنه مثلا الشخص اللي يحب الوظيفة عادي يحب الوظيفة، وكذلك في حب للعمل الحر أفضل، هذا بتقبله. طيب أوكي، إذا كان الشخص متعدد المهارات وعنده مهارات، فهذا الإنسان فعلا إنسان بيطور من ذاته بشكل مستمر، هذا إنسان إيجابي بتقبله معك. طيب رقم سبعة، السؤال السابع، السؤال السابع، بعد أن رأيت الإعلان الخاص بنا ماذا قال لك عقلك؟ وهل تعمل في أي شركة أو تعرفت على أي شركة؟ شوف أنت من خلال هذا السؤال بتعرف فعلا هل الإنسان عنده شغف، خاصة عندما شاف الإعلان الخاص بك. إذا قال لك والله عندما شفت الإعلان الخاص بكم يعني سعدت سعادة كبيرة جدا، لأني إن شاء الله أحب أني أعمل عندكم، وأحب أني إن شاء الله أكون يعني موظف عندكم، ولأنه في البداية بيفكر بوظيفة، مش عارف أنه راح يكون بإذن الله إنسان رائد أعمال، مش في تفكير هذا الشيء أنه يوصل لريادة الأعمال. طيب ماذا قال لك عقلك؟ أو هل تعمل في أي شركة أو تعرفت على أي شيء على أي شركة؟ طبعا إذا كان قد تعرف على شركة دي إكس إن من قبل، أقول لك أيوه قد تعرفت على دي إكس إن. من هنا اتضح لك أنه لا تتعب مع العضو، قد تعرف على الشركة، خاصة إذا هو مسجل، خاصة إذا هو مسجل. من هنا أنت بتسأله بعد ما يجيب على السؤال السابع، بتسأل عدة أسئلة. طيب إيش الشركات اللي تعرفت عليها؟ إذا قال لك أيوه تعرفت على شركات، بيقول لك شركة من بينها شركة دي إكس إن. طيب قل له هل أنت سجلت في الشركة مسبقا؟ راح يقول لك أيوه. أقول لك قبل كم أخي العزيز؟ ممكن يقول لك قبل سنة، يعني لي سنة أو سنة ونص، هذا الشخص بتقبله معك. أو لي سنة لكن ما 8 أشهر عرضت علي المشروع، أو عرضت علي فكرة دي إكس إن قبل 8 أشهر لكن ما سجلت، هذا الشخص بتسجله إن شاء الله معك. تمام. طيب عايز أقول لك لكن يعني بعد ما تتعرف عليه إن شاء الله فيما بعد بنتعلم إيش الخطوات اللي بعد الاختبار هذا. تمام. بتقول له شوف أخي العزيز الله يسعدك، هل عرضوا لك فكرة المشروع نفس ما أنا الآن ماشي معك بهذه الخطوات؟ هل وصلوا لك الفكرة بشكل كامل؟ هل عملوا معك نفس الخطوات اللي أنا أعملها معك؟ إذا كان قد عرضت عليه فكرة المشروع من قبل. إذا قال لك لا، قل شوف ربما عرضت عليك فكرة المشروع بطريق خاطئ، أنا الآن أمشي معك بطريقة احترافية، وإن شاء الله أنا وأنت بإذن الله نحقق نجاحات، بمسك بيدك وبوصلك بإذن الله للقمة، بتمشي معي خطوة خطوة. هنا الشخص إيش بيكون يعني تجاوبه معك؟ أكيد بيتجاوب معك لأنه بيشوف طريقتك احترافية فعلا. عرضوا عليها الفكرة بشكل خاطئ في نفس اللحظة، قد ربما جولب بأسلوب الأمر الناهي ودائما، أو رسلوا لعرض الفكرة مباشرة بشكل مكثف ومطول حتى أنه كره المشروع. فمن هنا أنت عندما بتمشي بهذه الخطوات الاحترافية إن شاء الله بتقبل الشخص وبينطلق معك انطلاقة قوية. هذا إذا كان تعرف على الشركة. إذا كان ما تعرف عليه استمر معه، حلو جدا. تمام. يعني هذا السؤال فقط بتتعرف انه الشخص قد تعرف على دي اكس ان او على شركه من قبل او لا، او قد عمل في شركه من قبل. طيب على ما اظن اللقاء مسجل، الله يسعدكم علشان ما نطول. استاذه مديحه اللقاء اظن مسجل، ان شاء الله ان شاء الله ما يكون الا خير باذن الله. طيب رقم ثمانية، السؤال الثامن، ناتي الان للسؤال الثامن، كم هو الدخل الذي تريد تحقيقه شهريا؟ ركز معي الآن. هنا بتعرف عقلية العقلية الفقيرة، مش تكلمنا أنه من الشخصيات اللي ما بتقبلهم معك أبدا إطلاقا، لا تتعب نفسك معهم، أصحاب العقول الفقيرة. أظن أني ذكرت هذه الشخصية، أظن أني ذكرت هذه الشخصية أنه من الشخصيات الغير مقبولة في المشروع أصحاب العقول الفقيرة، هم اللي دائما يفكروا بتفكير الصفقة. من خلال هذا السؤال بتعرف يعني كيف. إذا قال الشخص والله أطمح أنه يكون دخلي، وهذا السؤال شوفوا يا شباب راجع لك، ركز معي، هذا السؤال راجع لك عادي. تمام. في أسئلة أنا بشد عليك أنه ضروري تلتزم، وفي أسئلة أنت مخير فيها، هذا السؤال كذلك راجع لك. يعني إذا قال لك الشخص والله أطمح أنه يكون دخلي $1000، هذا إنسان طموح، يعني هذا معيار قبول.
إذا قال لك الشخص والله أطمح يا أخي بمصاريف، مصاريف الشهرية يعني بلقمة العيش اللي يسد احتياجي فقط، فهذا إنسان عادي وبسيط جدا. طيب بتقول له أخي العزيز، إذا مثلا لاحظت أنه هذا الشخص مركز، مركز بشكل كبير جدا، أنه ما يريد إلا فقط مبلغ قليل جدا واحتياجاته الشهرية، فهذا إنسان بسيط وعادي، ما عنده طموح أنه يكون دخله أكثر ويغير من حياة كثير من الناس، تمام؟ فمثلا إذا قال لك، لاحظت أنه مصر مثلا، قال لك يعني أريد فقط ما يقابل أو ما يقارب $50 إلى $100 بالكثير. أنت هنا بترجع تعيد له السؤال بطريقة ثانية، ركز معي الآن واكتب. أنت الآن بتعيد له السؤال بطريقة ثانية، بتقول له طيب يا أخي العزيز، إذا أتيحت لك الفرصة إن شاء الله إنه يكون عندك دخل أكثر من هذا الشيء، فهل تطمح إن شاء الله؟ إذا قال لك أيوه، بتستمر معه. هذا الشخص مقبول. مقبول بس نص نص. لكن لو كانت إجابته من البداية والله دخلي إنه يكون عندي مثلا $500 $1000 وأطمح إن شاء الله لو في مجال تكون أكثر، فهذا الشخص بتقبله وتعرف إنه إنسان طموح دائما دائما متطور، لأنه على قدر الطموح أكيد بتكون الهمة، على قدر الهدف بتكون السعي أو الهمة لدى الشخص. وصلت؟ إذا كم هو الدخل اللي تحققه شهريا؟ إذا شفت إنه مبلغ قليل قلت لك إيش تتعامل معه، بتعيد لها السؤال بطريقة ثانية، إذا فعلا موافق إنه يزيد أكثر من هذا، فهذا بتقبل معك. إذا فعلا لاحظت إنه لازال بنفس السعر وبنفس الطريقة، فقل له أعتذر منك أخي العزيز، المشروع غير صالح لك، الله يسعدك ويوفقك. يعني انسحب بطريقة تكتيكية ولا تتعب نفسك معه، لأنه هذا الشخص بيمتلك عقلية الفقراء. صحيح إنه الإنسان يعني مثل ما نجي نقول القناعة كنز، لكن مش بهذه الطريقة. يعني أتيحت له الفرصة ويستطيع أنه يغير من حياة إنسان. من بيبني المستشفيات يا شباب؟ من بيبني المستشفيات، الأغنياء أم الفقراء؟ اكتبوا لي، من بيبني المدن الراقية والمؤسسات الخيرية، الأغنياء أم الفقراء؟ الأغنياء صح؟ أكيد يعني الأغنياء. فما دام الشخص تفكير عمل خير، حتى وإن كان غني ما بيرفض هذا النعمة. جميل جدا اني اكون انا غني في نفس اللحظه اساعد الاخرين، مش معناته اني اكون فقير لاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء. فالبعض يا شباب بهذا التفكير، الله يسعدكم. طيب اذا حلو جدا، حلو جدا. الان وضح لنا في السؤال الثامن، السؤال التاسع، هل أنت جاد وبحاجة إلى فرصة للتغيير إلى الأفضل؟ إذا قال لك أيوة استمر معه، مقبول. إذا قال لا خلاص بتوقف. أكيد ما بيقول لا، أكيد ما بيقول لا، لكن أنت هنا يعني إيش بتعمل بهذا السؤال؟ بتحرك مشاعره أنه ما بينجح في هذا المشروع إلا الإنسان الجاد، والذي فعلا يريد أنه يغير من واقعه لابد أنه يغير من داخله. أنت بهذا السؤال يعني بتدغدغ نفس الفكرة، مشاعره انه لابد انه يكون انسان جاد ومتواصل معك بشكل كبير جدا، طيب بشكل مستمر. السؤال العاشر، ماذا تتمنى؟ وهذا السؤال ضع تحته الف خط، هذا السؤال ضع تحته الف خط من هنا، من هذا السؤال. طبعا باقي لنا دقيقتين ان شاء الله وكملنا، انه اتفقنا الى 10:30، لكن اذا مستمتعين كيف تشوفوا يا شباب؟ او نكمل الخطوات يوم ثاني. طبعا ان شاء الله بكمل الان الى السؤال الثاني عشر، وبكمل لكم الخطوات يوم ثاني، ما بعد الاختبار هذا، كيف تمشي مع العضو ما بعد الاختبار. طيب اذا السؤال العاشر، اذا قال لك امنيتي في الحياه، اذا قال لك انا اتمنى بيت ومنزل واتمنى حياه راقيه وحياه رادفه، بس يعني شفت انه امنياته متدنيه، ما بتقبله معك ابدا. أما إذا شفت الشخص بيقول لك والله أتمنى أني أطور من ذاتي، أتمنى أني أغير من واقعي، أتمنى أني أساعد كثير من الناس، أتمنى أني أكون إنسان إيجابي، أتمنى فعلا أني يعني أفتح لمشروعي الخاص وأني أكون إنسان راقي وأني أكون إنسان متميز، من هنا شوف هذا السؤال كيف يعني بتحدد فعلا أن الإنسان إيجابي. إذا بدأ يذكر لك أماني ويتحدث بشكل مطول، مش 8 أو 7 ثواني، أتمنى أني أعيش، أتمنى أني أنام، أتمنى أني أصحى، أتمنى أني 7 ثواني وكمل، هذا الشخص ما تقبل معك. لكن إذا قال لك أتمنى وبدأ يذكر لك وحسيت أنت
شوف المعيار الخامس، المعيار الأول الواتساب، المعيار الثاني تكلمنا إيش؟ إيش تكلمنا على المعايير يا شباب؟ إنه يتحدث صوتيا. المعيار رقم ثلاثة في نفس اللحظة الاختبار، وفي الاختبار عدة معايير للقبول. المعيار الرابع الذي هو في نفس اللحظة نبرة الصوت، إذا لاحظت أن الإنسان بيتكلم بطلاقة بهدوء وحسيت أنه إنسان فعلا إيجابي وفعلا إنسان مثقف وإنسان متعلم بتقبله. إذا حسيت أنه في أسلوبه كلام يعني لكاءة وفي نفس اللحظة كلام غير مثقف ما بتقبله معك، لأنه ربما يكون من العقليات الفقيرة، فلا تستمر معه، استمر معه فقط يعني ما تعمل. الصوت صار يا شيخ، الصوت يا أستاذ، الصوت الصوت. طيب والآن أظن لأنه عندما أتكلم بشكل سريع الصوت يوقف صح؟ الآن واضح صح؟ ما زال صح. طيب أنا بخرج. يقول لك هو الآن غادر وبيرجع. طيب السلام عليكم، الصوت الآن واضح صح؟ صوتي واضح يا شباب؟ واضح الآن. طيب نكمل إن شاء الله. إذا أنت غلق المايكات الله يسعدكم، إذا أنت لاحظت أنه أمنيات الشخص أمنيات كبيرة، شوف هذا السؤال بتحدد من هو الإنسان المثقف ومن هو الإنسان غير المثقف. وصلت الفكرة؟ من السؤال العاشر بتحدد الإنسان مثقف، المثقف هو اللي دائما بتلاحظ أنه أمانيه كبيرة جدا، وإنسان بيتكلم وطول في التسجيل الصوتي وبيتكلم بكل بساطة بكل أريحية، فهذا ممكن نكون مدرب في فريقك. فأنا أريدك أنه يعني شوف التسجيل الصوتي، إذا الشخص رفض أنه يسجل صوتيا قول له شوف أخي عزيز نعتذر منك، لكن العمل اللي احنا فيه نحتاج اشخاص يتحدثون صوتيا، فاعتذر منك واتمنى لك ربي يوفقك ويسعدك الله يسعدك. طيب وتغادر يعني لا تواصل معه. اما اذا تحدث صوتيا شوف من خلال التحدث صوتيا انت بتميز هل فعلا الانسان راح يكون قائد فريق او عضو عادي، كم يا اعضاء في السيستم، كم يا اعضاء موجودين لكن يعني تجي تلاحظه ما يستطيع أنه يتحدث صوتياً، دائماً مستحي، ما يستطيع أنه يدرب فريقه أو يدير فريقه، دائماً تشوفه مستحي، متعب يا شباب أو غير متعب، متعب أو غير متعب الشخص هذا. متعب صح؟ تريد أنه يكون فريقك قاعدة وأشخاص فعلاً ما بيتعبوك وبتستمر وبتغير كثير من حياة الناس، لأنه يعني الإنسان الواحد بألف شخص، الشخص الواحد العضو الواحد اللي هو مثقف وواعي بألف شخص، لكن بتجي تلاحظ أنه ضيعت وقتك مع أشخاص والله بتستمر معهم شهر شهرين ما في نتائج. علشان كذا اختر فريقك بعناية، إذا كنت غير قادر على اختيار طاقم فريقك بعناية فلا تتولى قيادتي يا عزيزي. طيب أوكي، الآن السؤال العاشر، كلمتك من السؤال العاشر أنت تستطيع أنك تعرف المثقف وغير المثقف. السؤال الحادي عشر، هل لديك وقت فراغ من 3 إلى 4 ساعات يوميا لتستثمر هذا الوقت في العمل معنا؟ ضع تحت هذه كذلك 1000 خط، هذا السؤال ضع تحت 1000 خط على أساس بعدين لو شفته أنه بدأ يتكاسل يعني وقت المتابعة تمام، أو يقول لك والله مشغول، ترجع تقول لي يا عزيزي مش أنت كلمتنا أنه فعلا عندك وقت فراغ من 3 إلى 4 ساعات، الآن تجي تقول لي ما عندك وقت فراغ، مش اتفقت أنا وأنت في البداية؟ أو لا تستطيع أنك تأنبه فيما بعد من خلال هذه الأسئلة، تستطيع أنك تأنبه إذا شفت أنه بدأ يتكاسل. مش يا أخي أنت قلت لي أنك إنسان جاد وبحاجة إلى فرصة عمل، أنا الآن عرضت عليك فرصة العمل، أنت ما فعلا إنسان يعني أثبتت لي الآن أو لاحظت من خلال تعاملك في الفترة الأخيرة أنك إنسان فعلا غير جاد، سامحني، مش اتفقت أنا وأنت في البداية أنه أنت إنسان جاد وبتنطلق معي؟ مش كلمتني في البداية أنه عندك وقت فراغ من 3 إلى 4 ساعات يوميا علشان تستثمر هذا الوقت؟ ليش الآن دائما تقول لي مشغول؟ سامحني، يمكن هذه آخر مرة أتابعك فيها،
في أشخاص كثير جدا منتظرين لهذا الفرصة. يا أخي خليك أنت رائد أعمال، تكلم بهذا الطريقة لكن بأسلوب. الآن بدأت معه بدايات صحيحة. إذن في السؤال 11 إذا قال لك ما أستطيع أو ما عندي من 3 إلى 4 ساعات، خلاص بتقول له طيب مش مشكلة، هل لديك من 2 إلى 3 ساعات يوميا؟ قلل لها الفترة. إذا قال لك غير موجود أو مشغول فهذا أتركه، لأنه فعلا بتسجله وبيكون فقط اسم في السيستم الخاص بك، فقط مجرد اسم. لأنه شخص دائما ما أقنع نفسه أنه هذا مشروعه، ما استوعب أن هذا مشروعه، وما راح يعطيك الوقت على أساس يستوعب المشروع، حطها قاعدة فلا تتعب نفسك معه. أما إذا قال لك نعم هذا بتواصل معه. معيار قبول إذا قال لك نعم عندي هذا الوقت وأكثر، يا سلام جميل جدا، بحيث أنه بعدين لما تجي تتابعه ما عليك ملامة. لكن كم يا أشخاص أنت تجي تتابعهم في النهاية وتشوف أنه بمجرد ما أنت تبدأ يعني تجيب لك كلام يؤلمه أو عتاب يؤلمه بينسحب ويترك الشركة، يقول لك يا أخي خلاص أنا ما عاد أريد. ليش؟ لأنك يعني سمحت له، رخيت الموضوع له من البداية، سهلت الموضوع له من البداية. لكن عندما تمشي معه بطريقة رسمية ورائد أعمال فعلا، هنا أنت فعلا تكون أثرت فيه. من فتح مشاركة الشاشة؟ خلاص أوكي، إذن فهمنا السؤال 11. آخر سؤال إن شاء الله وننهي اللقاء، وبكرة إن شاء الله بنتعلم ماذا بعد الاختبار. ماذا بعد الاختبار؟ كيف نتعامل مع المرشح الجديد بعد الاختبار؟ بعد الاختبار اللي فاتح المايك غلق المايك. طيب الآن السؤال 12. من اللي فاتح المايك؟ في شخص فاتح المايك؟ ختامه مسك الله يسعدكم يا شباب، والله ما أريد أني أزعل أحد، أنتم غالين على قلبي والله، الله يسعدكم. طيب السؤال 12، هل أنت مهتم ومخلص لصحتك في البداية؟ بتلاحظ البعض بيقول لك أيوة، لكن الأغلب قد ربما تجد أشخاص بيقول لك لا. فهذا السؤال اختياري عادي، تقبله أو ما تقبله. طيب السؤال هنا إذا قال لك مخلص لصحته فهذا شيء جميل جدا، إذن هذا المشروع مناسب له وبقوة. طيب يا شباب ركزتوا، لأنه عندما تجي تتكلم أنه بقدم لك مشروع يهتم بصحتك أكيد راح يهتم بهذا المشروع، لأنه إنسان مخلص لصحته، لأنه إنسان مخلص لصحته. طيب إذن هذه كانت 12 سؤال الشخص بيجيب عليها صوتيا. ما بعدها الآن بجيب لك فقط إيش تعمل معه، وبكرة إن شاء الله بنتكلم إيش تعمل معه. شوف هنا يقول لك تعمل معه لقاء، بكلمكم كيف تعمل. طيب أنت الآن إيش بتقول لها الرسالة الأخيرة وهي ختاما لهذا اللقاء إن شاء الله الرائع والمتميز؟ في الأخير بتقول شكرا لك أخي العزيز، تم استقبال جميع إجاباتك، وإن شاء الله سيتم الإطلاع عليها وسيتم إعلان النتيجة لك يوم غدا. لا تدي لها النتيجة الآن، مش قلنا أنه اختبار بالموافقة أو عدم الموافقة، لا تعطيها النتيجة الآن، قل لها إن شاء الله سيتم إعلانك بالنتيجة يوم غدا. فإذا تابعك يوم غدا وشفت أنه فعلا إنسان متابع لك وحدد له موعد وكون صادق في موعدك، لا تتأخر أنت مهما كان ظرفك، حاول أنك تكون متواجد في نفس الوقت اللي أنت تكلمت معه. مثلا استقبلت إجاباته هذا الساعة 10:38، قل شكرا لك أخي العزيز، تم استقبال جميع إجاباتك، سيتم الإطلاع عليها مع الفريق بإذن الله وسيتم إعلانك النتيجة يوم غدا بالموافقة أو عدم الموافقة. وأتمنى لك يا رب حياة سعيدة وراقية وبالتوفيق. خلاص لا عاد تعمل له ولا أي رسالة، شفت في اليوم الأول كيف مشيت معه بخطوات، وصلت وصلت أو لا؟ طبعا بوقف الآن التسجيل. كانت هذه الخطوات، بكرة إن شاء الله بنتعلم أنه كيف أعمل يعني بعد ما أكلم عن النتيجة كيف أمشي معه خطوة خطوة. وقف الآن تسجيل.